طيب خليني اشير السلايدز. طيب كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المحاضرة اللي فاتت عند السورس فولور، تمام؟ طبعا ما فيش اي مشكلة ان احنا نثبت بكل بساطة يعني انه الترانسفير فانكشن هتساوي جي ام اف ار بارلل مع اس ار اس، دي طبعا المقاومة اللي هنا واحد على جي اس. الجي اس اللي محطوط هنا دي ده البادي ايفكت. لو ترجع للموديل بتاع الترانزستور كنا حاطين فولتج كنترول كارنت سورس عشان يموديل البادي ايفكت، تمام، على 1 بلس جي ام في نفس الترم تاني، اللي هو تقريبا بيطلع جي ام اف ار اس على 1 بلس جي ام اف ار اس. كلنا عارفين الكلام ده كويس، كلنا عارفين ان خلينا جي ام اف ار اس كبيره الترم ده تقريبا او الجين تقريبا بيبقى بواحد يعني كويس. الاوتبوت ريزيستنس، الاوتبوت ريزيستنس برضه بنبص من هنا كويس، هنشوف الار اس وهنشوف بارل معاها ايه، هنشوف بارل معاها واحد على جي ام، تمام، والبادي ايفكت معلش هو هنا محطوط باسم تاني، هو ده نفس الجي اس اللي كانت هنا. ار اس بارل مع اوتبوت الار اس اهي، والار اوتبوت اللي هي الار اوتبوت بتاعت الترانزستور يعني. كل ده ما فيهوش حاجه جديده. اوكي خلينا بس نركز دلوقتي في بعض الكومنتس. اول حاجه اللي هي المشاكل المعروفه او المشاكل المرتبطه بالسورس فولور. ايه المشاكل المرتبطه بالسورس فولور؟ اول مشكله او اول حاجه معروفه يعني في الدروباكس بتاعته البادي ايفكت، لان دلوقتي انت عندك الاوتبوت بتاعك، الاوتبوت اللي هنا ده كويس، لو احنا تخيلنا ان هنا في بالك اهو، البالك باصص بالجراوند، وبقى عندنا السورس هو واخد الاوت. طبعا هو الاوت هي الانبوت سيجنال يعني، فالثريشولد فولتج هيبقى عندنا الفي سورس بالك، في سورس بالك هتبقى فيري سترونج فانكشن في الانبوت او في الاوت، تمام. وبالتالي هتلاقي الثريشولد بتاع الترانزستور اساسا عمال يتغير مع الانبوت سيجنال. فطبعا ده سورس اوف نان لينيارتي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، اول ما نلاقي ديبندنس على الانبوت او الاوتبوت يبقى ده على طول سورس اوف نان لينيارتي. طبعا المعادلات بتاعتنا مش هتبين موضوع النان لينيارتي ده، لان احنا باختصار شديد احنا بنلينيارايز الترانزستور في السمول سيجنال اي سي اناليسيس فعلا. بنلينيارايز الترانزستور بنحط له لينيار موديل يعني هنا بالنسبه لنا الايفكت بتاع البادي ايفكت طالع في انه مجرد تغير في الفاليوز يعني بتاعت الجين او الزد اوتبوت، بس مش باين لنا ان ده لينير ولا مش يعني مش مدينا اي انديكيشن ده عن النون لينياتي بتاعت السيركت. المشكله الثانيه المشهوره في السورس فولورز كويس ان هي بتليمت الفولتج هيدروم. يعني ايه بتليمت الفولتج هيدروم؟ لو احنا بصينا على السيركت اللي هنا دي، السيركت اللي هنا دي طبعا عباره عن كومن سورس امبليفاير عادي، يعني بتدخل انبوت هنا الاوتبوت طالع هنا، وعندك اللود عباره عن كارنت سورس، تمام. المفروض انه لو انا بعد الكومن سورس ده انا حاطط بافر، حاطط سورس فولور شغال كبافر، الانبوت داخل من عند الجيت الاوتبوت طالع من عند السورس، بدل ما احط المقاومه الار اس اللي هنا دي حاطط ترانزستور في الساتوريشن. طبعا بدل ما احط الار اس، طبعا لما احط ترانزستور في الساتوريشن هيديني هنا اوتبوت كبيره اكبر بكتير من ار اس، وبالتالي جي ام في المقاومه اللي هتكون محطوطه هتبقى كبيره، وبالتالي الجين تقريبا يبقى بواحد. لما نيجي نبص في الحاله دي قبل ما احط يعني ده امبليفاير وده بفر، مجرد بفر زي ما بنحط بفر بعد اي فولتج امبليفاير، تمام. لو احنا بصينا في الكيس دي، لو انا مش حاطط البفر ده السيجنال اللي هنا ممكن تسوينج وتنزل لغايه ايه المينيمم فاليو المسموح لها تنزل لها، اللي هي الفي اوفر درايف دي، الفي مينيمم بتاعتها، لان لو نزلت عن كده المفروض الترانزستور ده يخش في الترايود. اوكي فدلوقتي اللي بيليمت الاوتبوت سوينج، الحقيقه في الحاله دي هو الفي اوتبوت درايف. لكن بعد ما حطيت
بعد ما حطيت البفر ده، بعد ما حطيت البفر ده السوينج بقى ليميتد. ليه؟ لان دلوقتي السيجنال مش موضوع ان هي ممكن تنزل فيه اوفر درايف، لا مش هينفع تنزل فيه اوفر درايف. لو بصينا بسرعه هنلاقي ان احنا انا محتاج على الاقل هنا في اوفر درايف، وعلى الاقل محتاج هنا كويس، محتاج على الاقل الفي ثريشولد، يعني الفي جي اس بتاع الترانزستور ده لازم اتليست تبقى اكبر من في ثريشولد. طبعا هو الفولتج اللي هنا مش هيبقى في ثريشولد، هيبقى في ثريشولد بلس في اوفر درايف، الاوفر درايف بتاع الترانزستور ده نفسه. تمام، بس المينيمم اللي اقدر اوصل له الابسوليوت مينيمم كويس ان انا يبقى عندي هنا في اوفر درايف وده يوصل لفي ثريشولد كويس. فدلوقتي بقت النود اللي هنا دي اقل فاليو ممكن توصل لها هي في اوفر درايف بلس في ثريشولد. وزي ما اتكلمنا قبل كده لو مثلا بندي براكتيكال فاليوز، لو في اوفر درايف مثلا 50 مللي فولت او 100 مللي فولت كويس، فكنت ممكن توصل لهنا لغايه 50 مللي فولت كويس. لا دلوقتي في اوفر درايف بلس في ثريشولد، في ثريشولد بنتكلم في مثلا 0.4 0.5 فولت، وبالتالي ما بقدرش انزل لغايه الفاليو اللي هي الفي اوفر درايف الصغيره دي، وده ليميتيشن كبير، ده ليميتيشن كبير للاوتبوت سوينج، ليميتيشن كبير. لان في اوفر درايف بلس 0.4 يعني 0.45 تمام، في تكنولوجيز مثلا السبلاي كله عباره عن 1.2 ولا 1 كويس، فانت هتلاقي ان انت حصل لك ليميتيشن كبيره في الفولتج هيد روم بتاعك. في اي سؤال يا جماعه؟ طيب خلينا نبص على التكنولوجي ترندز، هو اللي بيحصل مع التكنولوجي سكيلينج يعني. معلش يا جماعه انا هحتاج ان انتوا يعني تردوا عليا عشان اتاكد ان انتوا لسه كونكتد يعني، يعني وانا شغال دلوقتي فانتوا سامعيني؟ تمام معذرة يا دكتور. عليك. تمام. لو جينا بصينا، لو جينا بصينا على التو فيجرز دول، التو فيجرز دول انا قاسم هنا ايه الفي اوفر درايف في جي تي دي اللي في اوفر درايف فولتج كويس، وقاسم هنا الانترستنج جين، الانترستنج جين اللي هو جي ام فاير اوت، جي ام فاير اوت تمام. واحنا كنا جبنا اكسبريشن جي ام فاير اوت هي 2 على في اوفر درايف لاندا كويس. زيرو هنا يعني معناها المنطقه هنا سب ثريشولد والمنطقه هنا ساتوريشن. طبعا الديبندنس اللي هو يعتبر هنا كانك حاطط واحد على اكس، لان احنا عارفين ان في في اوفر درايف هنا في الدينومينيتور، وبالتالي الديبند ان تلاقي ان الانترنسك جين عمال يقل بالشكل ده، تلاقي ده متوقع ما فيهوش مشكله. تمام، لو احنا بصينا بس بنتحرك من تكنولوجي لتكنولوجي، لو دي تكنولوجي 250 نانومتر 180 90 120 هنلاحظ ان الجين عمال يقل وايه الانترنسك جين عمال يقل. الانترنسك جين بتاع الترانزستور ده انديكيشن، انا ممكن اجيب اوصل لجين قد ايه. تمام، الانترنسك جين بتاعي ده هو انديكيشن انا ممكن اوصل لجين قد ايه. فهنلاقي ان احنا مع التكنولوجي سكيلينج الجين اللي ممكن اوصل له الفاليوز بتاعتها عماله تقل. تمام، هو بس الفرق بين التو فيجرز دول ان الفيجر ده بقارن التكنولوجيز المختلفه، بس حاطط ترانزستور، حاطط في دي اس على ترانزستور 0.3 فولت كويس. الفيجر ده معبر اكتر اللي هو على اليمين، لان انا دلوقتي خليت الفي دي اس بروبورشنال للسبلاي، لان ما ينفعش ان بكون بستخدم مثلا تكنولوجيز مختلفه والسبلاي عمال يقل كويس، وعمال افترض ان الفي دي اس مش ان انا دايما هستخدم في دي اس بنفس الفاليو. طبيعي ان الفي دي اس اللي هستخدمها مع تكنولوجي سكيلينج هتبقى مختلفه، فهنا الفي دي اس بروبورشنال تو ذا سبلاي، فاللي على اليمين ده معبر اكتر يعني. فلما نبص على اليمين نلاقي الموضوع اوضح بكتير كويس، ان مع التكنولوجيز المختلفه تمام هنلاقي ان الانترنسك جين الفاليو بتاعته عماله تقل. طبعا ده يمثل مشكله، ده معناه انت مع كل ما التكنولوجي تبقى ادفانسد كل ما الانترنسك جين اللي انت ممكن توصل له قليل. يعني هنا مكتوب الانترستنج جين اوف ترانزستور، الانترستنج جين اوف ترانزستور ده هو يمثل اعلى جين انت ممكن توصل له من سنجل ستيج. تمام ف دكتور عاده بيبقى قلب. نعم معلش ممكن بس السلايد اللي فاتت ثانيه واحده. اتفضل
هو ليه هنا ال 90 نانو أكبر من ال 120 في الجراف اللي هو على الشمال؟ عشان الفي دي اس، الفي دي اس اللي مثبتينها ده مش فير. عشان كده هنا لما احنا بدأنا نحط يعني نحط فاليوز او نحط نوزع الفولتج على الترانزستور بطريقه منطقيه، بقت ال 90 اقل من 120. تمام. تمام. يعني يا دكتور تابع، هو ده معناه ان الفي دي اس اللي هو كانت بتكون اقل في 90 نانو يعني؟ يعني باختصار شديد يا جماعه، الموضوع ايه؟ مثلا في 120 نانو حاطط انا السبلاي المفروض 1.2 فولت، كويس؟ لو رحت التكنولوجي 90 نانومتر حطيت مثلا سبلاي 1.1 او 1 فولت، تمام؟ لو انا بديزاين سيركتس، لو انا بديزاين سيركتس مش منطقي ان انا في التكنولوجي 90 نانومتر احط او اوزع 0.3 فولت على 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 الترانزستور بالظبط زي ما بعمل في 120، كويس؟ يعني انا باختصار شديد لو عندي اربعه ترانزستور، عندي ستاك اوف فور ترانزستورز، عندي فور ترانزستورز كده صح؟ كويس؟ وعندي انا سبلاي 1.2 على اربعه، يعني هحط كل ترانزستور كام؟ هدي له فولتج هيدروم 0.3 فولت، تمام؟ لكن لما اروح لتكنولوجي 9 نانومتر والاقي السبلاي بقى 1 فولت، كويس؟ المنطقي مثلا ان انا احط فولتج جدول من كل ترانزستور 0.25 فولت بس باختصار شديد يعني. صح؟ انت في الاخر عندك سبلاي بيقل ولازم توزع السبلاي ده، الدروب بتاع السبلاي ده يتوزع على الترانزستورز كلها. طبعا انا بفترض ان انا وزعتهم كلهم ايكوالي على كل الترانزستورز يعني. مش شرط يبقى ده الموضوع يعني. واضح؟ واضح يا دكتور. الانترست الجين اوف ترانزستور، كويس؟ او بالاصح الانترست الجين اوف ترانزستور هو جي ام اف اب، هو ده اعلى جين انت ممكن تجيبه من سنجل ستيج. الحقيقه الاعلى جين احنا ممكن نجيبه من سنجل ستيج واقل من كده، لان احنا كنا جبنا انه الجين هيطلع جي ام اف اب على 2 صح؟ بس هو ممثل لاعلى جين انت ممكن تجيبه من سنجل ستيج. بيبقى اقل من 40 دي بي. هو الحقيقه بيبقى اقل من 40 دي بي كتير. 40 دي بي يعني 100، كويس؟ لا هو الجين ما بيكونش كده. الجين عاده بتلاقي ان انت اخرك الجين بتاعك 30، انا من غير دي بي يعني كايشو الجين 30، كويس؟ او 30 دي بي يعني. ده ات موست يعني اللي ممكن تجيبه يعني. فمكتوب هنا الجين بيبقى عاده فالباك الاخر موجوده هنا 50 ل 0.5 و10 ل 90 نانومتر. خلي بالكم ان احنا واحنا بنتكلم دلوقتي احنا بنفترض ان احنا دايما مستخدمين المينيمم فيتشر سايز. يعني انا لما بقارن بالتكنولوجيز اللي هنا دي واقول 2 على في اوفر درايف لامدا، كويس؟ طبعا لامدا دي فانكشن في التشانل لينث، تمام؟ فانا عشان اعمل المقارنه دي في كل تكنولوجي بستخدم المينيمم فيتشر سايز، تمام؟ طبعا انت مش مجبر ان انت يعني انت لو شغال تكنولوجيا 90 نانومتر مش لازم تحط ال 90 نانومتر. لو عايز جين كبير هتحط ال بكام؟ ممكن تحط ال 250 نانومتر صح؟ 360 نانومتر. مفيش حاجه تمنعك ان انت تستخدم ال كبيره، تمام؟ بس ستيل برضه رغم اللي انا بقوله ده، ما انت لو افترضنا هي ايه المشكله طيب ان انا بستخدم، يعني ايه المشكله ان انا استخدم ال كبيره في تكنولوجيا ادفانسد؟ هل في مشكله حاجه زي كده؟ الكوست تقريبا. نعم الكوست الادفانس التكنولوجي تبقى اغلى بالظبط. الكوست يعني انت مثلا لو كنت مستخدم حاطط ال 250 نانومتر، كويس؟ يعني 0.25 في تكنولوجي 0.18، فالاريا اللي خدها الديزاين خد اريا معينه. لو رحت على تكنولوجي 20 نانومتر، تمام؟ يعني وحطيت نفس الشانل لينث، كويس؟ هيطلع لك في الاخر الديزاين تقريبا بنفس الايه، بس هيطلع لك نفس الديزاين بس الكوست بتاعه بقى اغلى بكتير لان انت مستخدم تكنولوجيا ادفانس يعني، تمام؟ فهو ده اللي بيخلي الموضوع مش يعني في حاجه مش مظبوطه يعني ما ينفعش افضل اكبر ال كده وانا اقول عادي انا هروح ادفانس تكنولوجيز واستخدم ال كبير. فالديسكشن دي كلنا بتقول لنا ان احنا
عايزين حاجه تبوست الجين بتاعنا، عايزين حاجه تزود الجين بتاعنا، يعني ان احنا نعتمد على الانتنس الجين جي ام في اوتبوت ده كويس، يعني نعتمد على جي ام في اوتبوت، الجي ام في اوتبوت دي على بعضها عماله تقل مع التكنولوجي سكيل كويس. هنا بس هنا ريمايند كده بس ملخص اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي، لان هنخش كده في توبولوجي مختلفه اللي هي بتاعت الكاسكود. يعني انا بس عايز اساس على الفي اوفر درايف. احنا جبنا اكسبريشنز كتير فيها في اوفر درايف، والفي اوفر درايف ده كويس هو واحد من اهم النبز او من اهم الحاجات اللي انت بتظبطها في الترانزستور عشان تتحكم في البرفورمانس. لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس. احنا جبنا اكسبريشن جي ام اوفر اي دي بتساوي 2 على في اوفر درايف، تمام؟ جي ام على اي دي بتساوي 2 على في اوفر درايف، وجبنا اكسبريشن اف تي بتساوي ميو ان في اوفر درايف على 2 باي ال سكوير، وجبنا اكسبريشن جي ام اوف جي دي اس اللي هو جي ام اوف اي نوت يعني بتساوي 2 على في اوفر درايف لاند. طبعا هنا واضح جدا انه اولا في تريد اوف عندنا، انت الفي اوفر درايف تزويدها او تقليلها بيعمل حاجات، بيعمل تريد اوفس معينه كويس. الفي اوفر درايف الصغيره، الفي اوفر درايف الصغيره كل ما تصغرها ده معناه ان انت عندك هاي باور افشنسي، يعني بتاخد جي ام كبيره بكران صغير، برضه معناها عاده ان انت عندك جين كبير، يعني عندك جين كبير كويس، بس معناها ان انت الاف تي بتاعتك او السرعه بتاعتك هتقل. فدايما في تريد اوف ما بين الهاي جين هاي باور افشنسي وما بين السبيد وما بين اللينياتي كويس. عاده اللينياتي والسبيد بيزيدوا مع بعض، وعاده الجين والهاي باور افشنسي بيزيدوا مع بعض، في تريد اوف ما بينهم. احنا ما جبناش لسه اكسبريشن للينياتي كويس، هنجيب اكسبريشن للينياتي في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، بس خلي بالنا برضو ان كلمه لينياتي دي كلمه بتتقاس بطرق كتير جدا، ونخلي بالنا من حاجه اهم، اللينياتي ممكن تبقى ليميتد في الانبوت بتاع السيركت او ليميتد في الاوتبوت بتاع السيركت، في الاوتبوت بارت اوف ذا سيركت كويس. بس احنا شايفين ازاي انه الفي اوفر درايف بتاع الترانزستور، يعني انت لما تيجي تعمل ديزاين كويس محتاج تبقى فاهم انت بتعمل، انت عايز تجيب جين كبير، عايز تجيب لينياتي كبير، عايز تجيب سبيد كبير، وبيزد عليه ده المفروض يخليك تروح ناحيه في اوفر درايف فولتجز كبيره او في اوفر درايف فولتجز صغيره. طبعا هتلاقي ان في ديزاين تكنيكس كتير او في ديزاين ابروتشز مختلفه. في ناس بتستخدم الجي ام اوفر اي دي، بيستخدموا الجي ام اوفر اي دي بدل الفي اوفر درايف، زي ما احنا شايفين هو فيها في ديبندنس دايركت ما بينهم هما الاثنين. فبدل يعني انت يعني احنا افترض ان احنا عندنا هنا سنجل ديجري اوف فريدم، ايه السنجل ديجري اوف فريدم بتاعنا ده؟ اللي هو الفي اوفر درايف، يعني هو ده الحاجه اللي انا بظبطها عشان اظبط البرفورمانس يعني، تمام. ففي بعض الديزاين ابروتشز بدل ما تستخدم الفي اوفر درايف بتستخدم الجي ام اوفر اي دي، هما الاثنين الانفرس المالتيبليكيتيف انفرس بتوع بعض. ودي حاجه بقى لها فتره طويله جدا، يعني في بيبرز من التسعينات، من 30 سنه بتبروبوز ان احنا ان هيبقى في فايده ان احنا نستخدم الجي ام اوفر اي دي بدل الفي اوفر درايف واحنا بنفكر في الديزاين. هو الحقيقه زي كل حاجه زي ما اتعلمنا في السيركتس مفيش ابروتش اقدر اقول ان هو احسن من ابروتش، وكل ابروتش ليه ميزات وعيوب يعني، تمام. الواحده مثلا واحده من الميزات ان انت تبقى دايما بتفكر ان تيرمز اوف الفي اوفر درايف، ان ده دايما بيخليك واخد بالك من الفولتج هيدروم بتاعك. يعني عاده الديزاين بيبدا المفروض يعني ان احنا نوزع الفولتج هيدروم بتاعنا على الترانزستورز المختلفه، يعني مش هنخش في التفاصيل دي دلوقتي يعني. طيب زي ما احنا قلنا في مشكله اكتشفناها انه الانترنسك جين او الجي ام في انوت او الجي ام على الجي دي اس يعني عماله تقل مع سبلاي سكيلينج، وبالتالي احنا عايزين السنجل ستيج ده يدينا جين اعلى من كلمه الجي ام في انوت او الترم بتاع الجي ام في انوت. اوكي طبعا من اشهر التكنيكس دي الكاسكودينج. كاسكودينج يعني ايه؟ كويس يعني انا هستاك ترانزستورز، هحط اتنين ترانزستورز فوق بعض بالشكل ده. اوكي ده المين ترانزستور بتاعي، ده مازال هو المين ترانزستور بتاعي، وحطيت ترانزستور تاني ستاكت بالمنظر ده عليه، ترانزستور تاني ده في الساتوريشن وعليه فيكست سبلاي كويس، وحطيت هنا ايديال كارنت سورس كويس. لو جيت انا اجيب الاوتبوت
لو انا جيت اجيب الاب انستراكشر ده، ودي حاجه طبعا مكتوبينها بكل بساطه يعني، هتلاقي على طول ان الاب في ثواني هتلاقي ان هي جي ام اوف ار نوت 2 في ار نوت 1. يعني ايه يعني ايه الاكسبريشن ده؟ الاكسبريشن ده معناه ان انت كان عندك هنا ار نوت، كان عندك هنا ار نوت كويس، ار نوت 1، ار نوت 1 دي بتاعتك او الاوتبوت ريزيستنس، الاوتبوت ريزيستنس بتاعتك كانها ضابط في جين جي ام اف ار نوت ده جين. لو افترضنا ان جي ام اف ار نوت دي مثلا ب 10 ب 20، فكان الاوتبوت بتاعتك الضابط في 10 و20 كويس. الجين بتاع الستيج دي بقى، الجين بتاع الستيج دي على بعضه يعني الجين اللي هو من الفي انبوت للفي اوتبوت هيساوي ايه؟ هيساوي ماينس جي ام 1 اللي هو الترانزستور المين ترانزستور بتاعنا مضروب في الاوتبوت ريزيستنس اللي هي جي ام 2 في اوتبوت 2 بارل مع اوتبوت 1. طبعا هنا في الاكسبريشن احنا فاضيين ان اللود ده او ان الكرنت سورس ده ليه ايديال كرنت سورس وبالتالي ليه انفينيت اوتبوت ريزيستنس يعني. تمام؟ هتلاقي في التكست بوكس، هتلاقي في التكست بوكس بتحاول تفسر ليه الاوتبوت ريزيستنس زادت. هتلاقي محاولات يعني او بيحاول يخليها بطريقه بديهيه ليه الاوتبوت ريزيستنس زادت. ولو انا فاكر صح في تكست بوكس كتير دايما بتتكلم اصل انت عندك هنا كومن سورس ستيج وراها كومن جيت ستيج اند سو اون، بس الحقيقه السبب البديهي يعني احنا لو انت عملت اناليسيس بيطلع لك الكلام ده، بس السبب البديهي ان الاوتبوت ريزيستنس زادت هو في سبب بديهي جدا الحقيقه يعني. وهنلاقي السبب البديهي ده منطقي، وهنلاقي اكشولي السبب البديهي اللي هقوله لك ده بيفسر انهانسمنتس في سيركتس معقده اكتر من كده. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الاوتبوت ريزيستنس تزيد؟ يعني ليه الاوتبوت ريزيستنس لما ببص من هنا بشوف اوتبوت 1 ده بشوف كان اوتبوت 1 دي بقت ريزيستنس بتاعتها كبيره قوي. ليه الكلام ده بيحصل؟ باختصار شديد شايفين البورد دلوقتي صح؟ يا دكتور. يا دكتور. تمام. لو انا عندي ترانزستور كده، عندي دي الاي دي في دي اس، دي كاركترستكس بتاعتي. تمام. وانا قسمتها بالمنظر ده. هو ايه اللي بيخلي، ايه اللي بيخليك تقول ان في اوتبوت ريزيستنس سيئه هنا او الاوتبوت ريزيستنس مش كويسه هنا؟ الحاجه اللي بتخليك تشوف ان في هنا اوتبوت ريزيستنس صغيره كويس، ان انت الحقيقه لو جيت هنا حطيت فولتج دلتا في، حطيت هنا فولتج دلتا في بيطلع لك هنا ايه؟ بيطلع لك تغير دلتا اي صح؟ مش هي دي الطريقه اللي احنا بنشوف بيها يعني هو السيركت هتحس بالريزيستنس ازاي؟ ايه اللي بيخلي، ايه اللي بيخلي سبلاي او اسف او سيجنال يعني سيجنال سورس او حتى سبلاي، ايه اللي يخلي سيجنال سورس يحس انه شايف اوتبوت ريزيستنس صغيره؟ اللي بيخلي سيجنال سورس يحس ان في اوتبوت ريزيستنس صغيره باختصار ان هو لما بيتغير بقيمه دلتا في بيلاقي دلتا اي اتسحبت منه كبيره صح؟ فبيقول لك والله ده واضح ان انا شايف ريزيستنس صغيره. عكس الكلام ده بيحصل لو الاوتبوت ريزيستنس ايه؟ كبيره. انت عندك حاجه شبه الايديال كده. فانت عملت تغير الدلتا في، حطيت هنا دلتا في، هل شفت تغير في الكرنت؟ ما شفتش تغير في الكرنت صح؟ طب ايه علاقه ده؟ ايه علاقه ده؟ انا بحاول ارجع للسلايدز بس لحظه واحده بس واضح ان هو فوق يعني. هو الفرق هو السلوب يعني ما بين ما فاهم ما الانفرس بتاع السلوب ده هو ده الريزيستنس كويس، بس ايه علاقه اللي انا قلته ده بالتحسن اللي احنا شايفينه في الكاسكود؟ ليه الترانزستور اللي انا حطيته ده عمل ايه بالظبط؟ الترانزستور اللي حطيته ده عامل ايه؟ الترانزستور التاني ده كومن جيت فهو بيحاول يثبت الكرنت اكتر يعني عشان لا. كده مثبت الفي دي اس بتاع ام 1 بالظبط
تفسير كومن جيت ده هو اللي انا مش شايفه بديهي، ومش شايفه احسن طريقه يعني تشرح بيها اللي حصل كويس، ومش شايفه هو اللي حصل اساسا. هو الحقيقه اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت عندك كومن سورس، والكلام اللي انا بقوله ده المحاضره اللي هو السلايدز بتاعت المحاضره الجايه اللي هو المفروض نبدا بيها النهارده ان شاء الله هياكد لكم ان انا بقوله ده اكتر. اللي حصل هنا ان انت دلوقتي اللي حصل ان الترانزستور اللي انت حطيته ده ثبت الفولتج اللي هنا، وهقول لك ليه ثبت الفولتج اللي هنا، بس خلينا نقتنع الاول ان تثبيت الفولتج اللي هنا بيخليك تشوف اوت ريزيستنس كبيره كويس. بعد كده نشوف هو ثبته هنا ازاي كويس، ويعني ايه ثبته باختصار شديد. دلوقتي ان انت حتى لو الاي اوت دي سيئه، حتى لو الاي اوت اللي هنا دي سيئه، لو جيت عايز تتمنى الكاركترستكس والمنظر ده بتاع الترانزستور، مش احنا قلنا ان اي سيجنال او اي سيجنال سورس بتحس ان الريزيستنس كبيره ولا صغيره عن طريق انه اي دلتا في تحصل بيشوف دلتا اي كبيره صح؟ طب انا لو جيت بقى ثبت لك الفولتج هنا ما بقاش الدلتا في دي، او بلا صح الدلتا في اللي بقت تحصل بقى الدلتا في صغيره جدا، وبالتالي الدلتا اي اللي تنتج عنها هتبقى ايه؟ هتبقى صغيره. فانت كانك بالظبط كبرت الاوتبوت ريزيستنس. واضح يا جماعه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت بدل ما كنت بعمل دلتا في كده هنا سايب الدلتا في دي كبيره كويس، قلت لك لا ده انا هعمل حاجه اخلي لك الدلتا في تثبت عند النقطه دي، فانت هتشوف دلتا اي ايه؟ هتشوف دلتا اي صغيره صح؟ طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ ليه هنا ثبت؟ لان الحقيقه ان انا عندي هنا كومن سورس سورس فولور، اسف عندي هنا سورس فولور ستيج، فين الانبوت والاوتبوت؟ خلي بالك الترانزستور طبعا يعني مش محتاج اقول يعني الترانزستور مش فاهم حاجه يعني، يعني تسميات كومن سورس وسورس فولوور وكومن جيت والكلام ده احنا اللي مسمينها، وبنسمي الكلام ده بيزد على الانبوت، علاقه الانبوت بالاوتبوت او تاثر الانبوت واخد امتى فين والاوتبوت فين. طيب انا دلوقتي عندي الحقيقه السيركت اللي اتنين ترانزستورز في الساتيوريشن هنا، هي بالظبط البافر اللي هنا ده صح، هي بالظبط البافر اللي هنا ده، الفرق بس ان انا رحت مثبت الفولتج اللي هنا بقى ثابت، والمفروض ان السورس بيحاول يفولو الجيت صح، السورس بيحاول يفولو الجيت، فانا لو ثبت الجيت السورس كمان هيبقى ثابت. هو نفس الكلام هنا، انا هنا مثبت الجيت فولتج، فالسورس فولو عايز يعمل ايه؟ عايز يفولو ده وعايز يبقى ثابت زي اللي هنا. فانت الحقيقه انت بتحط الترانزستور هنا ده بيثبت لك الفولتج اللي هنا، وعشان كده حتى في السيميليتر لو بتسيميليت الكلام ده هتلاقي لما بتعمل الاستراكشر ده هتلاقي الدلتا في او اللي انت بتعمل تحط هنا سيجنال، هتلاقي السيجنال جاي لك هنا سيجنال صغيره غير خلاص السيجنال الموجوده هنا. فانت لما بتثبت الدلتا في هنا او بتصغر الدلتا في بتشوف دلتا اي صغيره وافكتفلي كويس. طبعا الدلتا اي اللي ماشيه هنا هي الدلتا اي اللي ماشيه هنا كويس، وبالتالي انت بتشوف اوتبوت ريزيستنس كبيره. هو ده السبب البديهي من غير معادلات، من غير معادلات اللي بيخلي الاوتبوت ريزيستنس تزيد كويس. وهنرجع تاني، هنرجع تاني للكلام ده كمان شويه. في سؤال؟ طيب ستراكشر تاني مشهور جدا واهميته هتبان قدام، مش الكاسكود، الفولد الكاسكود. يعني ايه الفولد الكاسكود؟ كويس، يعني دلوقتي انا حاطط اتنين ان موس ترانزستورز ستاك بالمنظر ده صح، فده اسمه كاسكود. مش شرط الترانزستور اللي بعمل بيه الكاسكودينج ده مش شرط يبقى من نفس النوع بتاع، مش شرط يبقى ان موس، كمان ممكن يبقى فيه مصر كويس، فيطلع عندنا الشكل اللي موجود هنا ده. ادي المين ترانزستور بتاعنا كويس، وادي الكاسكود ديفايس. خلينا اول حاجه بس نشوف السيركتس دول ايكويفالنت ازاي. السيركتس دول ايكويفالنت لان انت كويس، هو هنا لما تيجي تعمل اناليسيس هتحط الموديل بتاع الترانزستور، وبعد كده هتحط الموديل بتاع الترانزستور اللي فوق. الموديل بتاع الترانزستور اللي فوق هتلاقي ان انت عندك حاجه كده فولتج كنترولد كارنت سورس بالمنظر ده صح. الحقيقه ان في الاستراكشر ده هو نفس الكلام، انت لو جيت تعمل الاي سي اناليسيس، الاي سي اناليسيس بتاعتك اولا ده ايديال، فده كانه مش موجود خالص
ده مش موجود خالص. تمام، وبالتالي انت هتلاقي ترانزستور، ادي الميت ترانزستور بتاعك، وهتلاقي ان انت حطيت برضه هنا فولتج كنترولد كارنت سورس بالترانزستور ساتوريشن، وهتلاقي عندك نفس الايفكت بالظبط، هتلاقي عندك نفس الايفكت بالظبط، او بالاصح اللي انا قلته من شويه، يعني ان ثبات الفولتج اللي انا ده بيثبت لي الفولتج اللي انا، مفيش تغير كبير في الفولتج اللي انا ده، وبالتالي الاوتبوت ريزيستنس اللي بتبان لك كبيره. كاي سي اناليسيس لو انت حطيت المودلز بتاعت الترانزستور دي كويس، هتلاقي ان انت بالظبط عندك نفس السيركت، نفس الاي سي سيركت بالظبط. صح؟ يعني انا لما بحط، لو انا عندي ترانزستور ان موس بالمنظر ده، صح؟ الاي سي مودل بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه زي كده. جي ام في جي اس، صح؟ جي ام في جي اس، ادي الجيت وادي السورس. لو انا حاطط بي موس بالمنظر ده كويس، برضه الموديل بتاعه، بس الكائن ده ماشي من السورس للدرين، مش من الدرين للسورس، بس في الاخر انت هتشوف نفس الشكل كويس، وهيبقى عندك جي ام في اس جي. يعني الفولتج اللي هنا في اس جي، لما تيجي تحط الاي سي موديل بتاعت السيركت دي والسيركت دي، هتلاقيه هو بالظبط نفس الاي سي موديل بتاع الاثنين، وهو نفس الكلام، الفولتج الكونستنت هنا بيثبت لك الدرين فولتج بتاع المين ترانزستور ام ان 1، هنا برضه الترانزستور سيت اللي هنا عامل سورس فولو افكت، وبيثبت لك الفولتج اللي هنا، وبالتالي الاوت ريزيستنس بتبان كبير. تمام، هو سموه فولدنج ليه؟ فولدنج يعني انت بتطبق حاجه، صح؟ بتفولد حاجه يعني بتطبقها، لان انت الحقيقه جيت هنا، شايف، في متخيلين هنا، وخدت النص ده من السيركت ورحت مطبقه منزله تحت كده، عشان كده هتلاقي يعني الترانزستور في اوتبوت لود، هتلاقي هنا ترانزستور في اوتبوت لود، يعني انت خدت السيركت بدل ما هي هنا كويس، رحت ايه بطبقها، عامل لها فولدنج بالمنظر ده. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ فبالتالي لو جيت تعمل اي سي اناليسيس هيطلع لك برضه ان الار اوت بتساوي جي ام، جي ام 2 ار اوت 2 ار اوت 1، ويطلع لك برضه الجين كبير. تمام؟ طيب، من الحاجات بس اللي عايزين نكومنت عليها، في سؤال في اللي انا قلته ده؟ تمام يا دكتور. طيب، من الحاجات بس اللي محتاجه ديسكشن هنا شويه، بس مش احنا هنسال اسئله، بس هنجاوب على الاسئله دي بالتدريج في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله، بس خلي انت تقعد تفكر فيها، وانت بتهيألي اسئله سهله ممكن تبقى عارف اجاباتها. يعني اول حاجه، لو احنا بصينا للجين بتاع الستيج دي، الجين بتاع الستيج دي يعني ايه؟ ماينس جي ام 1 جي ام 2 ار اوت 2 ار اوت 1، يعني كانك انت عملت ايه؟ كانك جبت اثنين ستيجز، صح؟ يعني انت عندك جي ام 1 ار اوت 1 مضروبه في جي ام 2 ار اوت 2، صح؟ فانت كانك جايب اثنين امبليفايرز ورا بعض، يعني جي ام 1 في ار اوت 1 وبعد كده جي ام 2 في ار اوت 2 كويس. فانت ممكن يبقى عندك كاسكود بالمنظر ده، وممكن كنت تستخدم كاسكيد. يعني كاسكيد يعني تحط امبليفاير بالشكل ده، ادي الانبوت وادي الاوتبوت، وتروح على امبليفاير ثاني بالشكل ده. مش ده كان هيديني نفس الجين؟ هيديني نفس الجين، صح؟ اه. طبعا احنا بس احنا عارفين طبعا ان الجين هنا هو جي ام في انوت على 2، بس احنا برضه هنا اهملنا، هنا فاضيين ده ايدل، ده مش ايدل برضه، ده برضه هيحط لي ريزيستنس، هتخلي لي الاوتبوت يعني الفاكتور بتاع 2 ده هيجي لي برضه، صح؟ مش بس يعني ان انا استخدم كاسكود، ان انا استخدم كاسكيد، يعني ايه كاسكيد؟ يعني انا بحط ستيجز ورا بعضها، كاسكيد ديفايسز، كاسكيد سيركتس او كاسكيد امبليفايرز. في الحالتين الجين كان هيبقى ايه؟ جي ام انوت، جي ام انوت، صح؟
بس زي ما انا قلت قبل كده، كل سيركت فيها ميزات وعيوب. يعني ممكن نتكلم دلوقتي، بس احنا هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل قدام، كويس؟ بس في حاجات واضحه جدا خلينا ممكن نقولها بسرعه دلوقتي، وبعد كده نتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. يعني فلو جه حد قال لك انا عايز جين مثلا، انا عايز سيركت بتديني جين مثلا 100، فانا قلت هعمل الجين 100 ده ازاي؟ اللي هو 40 دي بي. قلت انا هجيب ستيج تديني جين ب10، بعد كده جين تدي لي جين ب10، تمام؟ طيب، واحد تاني قال لك لا انا هعمل على طول كاسكود ستيج تديني الجي ام في انود جي ام في انود. انهي ديزاين فيهم احسن؟ وكل واحد احسن في حاجه. تمام، كل واحد احسن في حاجه، ده الصح. لو انا مثلا هنا دلوقتي حاجه واضحه جدا، يعني اول حاجه مثلا واضحه جدا من ناحيه الباور ديسيبيشن، مين فيهم باور ديسيبيشن بتاعه اقل؟ كاسكود. الكاسكود انا مثلا لو ماشي هنا في كانت 20 مايكرو امبير، كويس، خلاص هو 20 مايكرو امبير بس، هنا يبقى في 20 مايكرو امبير وهنا يبقى في 20 مايكرو امبير عشان يديني نفس الجي ام في انوت الجي ام في انوت تقريبا يعني. طيب، وبالتالي الكاسكود يبدو لي احسن، بس هل الكاسكيدد احسن في حاجه؟ السوينج بتاعه اكبر. السوينج بتاعه اكبر، يعني انا لما اجي ابص اخد اوتبوت سوينج من هنا هبقى ليميتد من فوق بفي اوفر درايف بس، وليميتد من تحت بفي اوفر درايف واحده بس، كويس؟ لكن الحقيقه لما اروح في حته الكاسكود هلاقي ان انا ليميتد من تحت باثنين في اوفر درايف على الاقل. كلمه على الاقل يعني فهمها اكتر المحاضره الجايه. ليميتد باثنين في اوفر درايف على الاقل، ومن فوق غالبا هتضطر تحط برضه كاسكود لود عشان المقاومه بتاعته بتيجي بارلل مع المقاومه بتاعتك، فانت لو اللي فوق المقاومه قليله يبقى انت ما عملتش حاجه. فهتلاقي نفسك ليميتد باثنين في اوفر درايف من فوق واثنين في اوفر درايف من تحت. وفي فروقات ثانيه، كويس؟ ليها علاقه بالفريكونسي ريسبونس وليها علاقه بالاستابيليتي، فاحنا هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل اكتر في الفترات في المحاضرات اللي جايه. بس خلينا بس نبدا نفكر ازاي انه في توبولوجيز مختلفه ممكن توصلني مثلا لنفس الجين بس عاد بيهيف كفريكونسي ريسبونس بطريقه مختلفه، عاد بيهيف ك اوتبوت سوينج بتديني اوتبوت سوينجز مختلفه، كباور ديسبيشن مختلفه عن سؤال. تمام. طيب، تاني حاجه، لو انا دلوقتي حبيت ان انا اقارن ما بين الكاسكود والفولد كاسكود، مين فيهم احسن برضه؟ واضح جدا زي ما اتكلمنا الاثنين هيدوني الجين الكبير، لان الاثنين الاوتبوت ريزيستنس بتاعتهم هتبقى كبيره اللي هي دي. لكن مين فيهم افضل؟ الفولدد. زي ما قلنا يعني هي نفس الاجابه، يعني انا بغششكم الاجابه اللي هتاخدها السنه، ما فيش حاجه عمرها هتبقى افضل من حاجه، كويس؟ دايما في ميزات وعيوب، صح؟ الفولدد يبدو انه في ميزات، او لا صح ميزات الفولد مش عارف واضحه ليكم ولا لا، بس اتليست الكاسكود في ميزه واضحه جدا. انت عندك الكارنت اللي هنا برضه كارنت ديستريبيوشن هنا 20 مايكرو امبير مثلا. لو انا جيت هنا خلي بالكم انه لما احنا عملنا فولدنج احنا طبقنا السيركت بالشكل ده، طبقناها كده زي حرف اليو، واضطرينا نحط الكارنت سورس من فوق عشان يدي كارنت للاثنين، يدي كارنت للتو برانشز يعني، كويس؟ لو انا عايز نفس الجي ام انود فاليوز يعني، فانا بدل ما كنت ماشي 20 مايكرو امبير هنا هضطر ماشي 20 مايكرو امبير كده و20 مايكرو امبير كده، فهضطر اسحب من السبلاي 40 مايكرو امبير. طبعا انا بسيمبليفاي ثينجز، هو مفيش حاجه يعني في الديزاين بتاع الفولد الكاسكود انا مش لازم امشي نفس الكارنت في التو برانشز يعني، بس انا لو عايز اعمل باختصار شديد ده في الديزاين. لكن لو انا عايز اعمل فير كومبارزن ما بين السيركت دي السيركت دي يبقى عندي نفس الجي ام انود فاليوز، فانا عشان كده مثبت الايه؟ مثبت ان يبقى ماشي نفس الكارنت يعني. فطبعا يبدو لي ان الفولد كاسكود دلوقتي فيه عيب انه الباور ديسبيشن بتاعه اعلى، فيه عيب واضح، عيب لا يمكن تجاوزه يعني، صح؟ طيب، بس في ميزه كبرى في الفولد كاسكود، في ميزه كبرى انت ممكن تعتبرها كده ثانويه بالنسبه لك تقول انا ايه الكلام ده، بس يعني احنا بنبني سيستمز او بنبني سيركتس حقيقيه في سيستم حقيقي، الفولد كاسكود ده واحد one of the most highly used
توبولوجيز. ليه؟ الفولد كاسكود بيسمح لك بحاجه كويس، بيسهل لك حاجه قوي. هنا دلوقتي الدي سي فاليو اللي داخل هنا ايه علاقته بالدي سي فاليو اللي خارج من هنا؟ كدي سي، انا مش بتكلم كاي سي سيجنال ولا جين ولا اي حاجه، ايه علاقه الدي سي اللي هنا بالدي سي اللي هنا؟ الاوتبوت الدي سي فولتج هيبقى ماله؟ نحتاج يبقى اعلى من الدي سي فولتج اللي عند الانبوت، صح؟ ولسه معايا يا جماعه؟ كويس؟ لان انت لو حطيتهم الاثنين عند نفس الدي سي فولتج ليفل، غالبا الترانزستورز اللي انا دي هتخش في ايه؟ في الترايود. كويس؟ فعاده بيبقى اكبر، مش لازم يبقى اكبر كتير قوي، لان هو الترانزستور بيخش في الترايود لما يكون في جي اس ماينس في ثريشولد هي اللي بتساوي في جي اس، بس عاده لازم يبقى اكبر شويه. كويس؟ مشكله بقى الكلام ده ايه؟ ان انت لو بتبني ستيجز ورا بعض، يعني بتحط ستيج وستيج وستيج بالمنظر ده، حطيت 3 ستيجز اوف امبليفايرز، او حتى امبليفاير وفلتر، الفلتر في الاخر جواه امبليفايرز برضه، زي ما احنا خدنا في الاكتف فلترز، مش خدنا اكتف فلترز السنه اللي فاتت؟ تمام، الاكتف فلترز جواها امبليفاير، صح؟ لو انت تخيل انت كل ما تخش بالدي سي فولتج تضطر تطلع عند دي سي فولتج اعلى، تخش على السيركت بعدها تطلع على دي سي فولتج اعلى، كويس؟ هتلاقي نفسك ايه؟ دخلت على السبلاي وما بقتش عارف تعمل سيركت خالص. فموضوع ان انا اخش على دي سي فاليو واطلع على دي سي فاليو ثانيه مزعجه جدا لما بتكون بتعمل ايه؟ سيستم حقيقي، لان انت بيبقى عندك كاسكيدد ستيجز ورا بعض. الفولد كاسكود بيسمح لك ان الدي سي فولتج اللي داخل بيه يبقى قد الدي سي فولتج اللي انت هتخرج عليه. الموضوع بالنسبه لنا دلوقتي اسهل، لان دلوقتي انت محتاج هيدروم كده، كويس، وهيدروم كده، وبالتالي انا ممكن اخش انا فاليو واطلع على نفس الفاليو بكل بساطه. الاستراكشر بتاع السيركت مساعدني من غير ما ادخل الترانزستورز في الايه؟ في الترايود. وبالتالي فولد كاسكود يعني حتى بقول لك ميزه حاجه كده ثانويه، بكلمك الدي سي اللي داخل مع الدي سي اللي خارج، ما بكلمكش على جين، ما بكلمكش على باند ويث، ما بكلمكش على لينياتي ولا نويز ولا اي حاجه، يبدو لك ان دي حاجه هامشيه كده موضوع الدي سي فولتج، انما ده دي حاجه من اهم الحاجات وانت بتبني سيستم كبير. فالفولد كاسكود رغم الثمن اللي بتدفعه ثمن غالي، يعني انت بتدفع ثمن غالي جدا، الثمن غالي جدا لان انت كانك اولموست بالدبل الباور ديسيبيشن. في اي سؤالين يا جماعه؟ طبعا احنا يعني باختصار شديد الفولد كاسكود والكاسكود العادي، ساعات الكاسكود العادي ده هنقارن ما بينهم برضه، هنقارن ما بينهم بالتفصيل قدام. احنا لسه احنا لغايه المحاضره اللي جايه واللي بعدها احنا عمالين نبني في بيزكس، يعني ناخد حاجات صغيره حاجات صغيره، فبعد محاضرتين كمان هنبدا بقى الحاجات الصغيره والكونسبتس الصغيره اللي اتعلمناها دي، كويس، هنبدا بقى نمشي بسرعه نمشي بسرعه، لان احنا خلاص البيزكس بقينا فاهمينها، وبالتالي ممكن نمشي بسرعه ونخش حاجات مو ادفانس يعني، ونبقى ماشيين فيها بسرعه يعني. ده ايه سؤال يا جماعه؟ طيب انا غيرت شويه في السلايدز بعد يعني في سلسلة المحاضرة دي، هبقى أعمل لها أبلود تاني إن شاء الله يعني. طيب ممكن دلوقتي إن إحنا ممكن نشير السلايدز في المحاضرة اللي بعدها.
شايفين السلايدز يا جماعة؟ واضحة يا دكتور. طيب برضه احنا زي ما قلت لكم احنا لسه بنتكلم على البيزك، احنا بنتكلم على البيزك بيلدينج بلوكس للسيركس ثيرابي. يعني احنا كاننا بنتكلم على البيزك فيري بيزك. شفنا السنجل ستيج امبليفايرز اللي هي المحاضره اللي فاتت، وشفنا في الطرق مختلفه جدا ان احنا نعمل كومن سورس امبليفاير، وشفنا كومن جيت، وشفنا سورس فولوور، وشفنا كاسكود وفولدر كاسكود. دي كلها بيزك بيلدينج بلوكس. كويس، نفس الكلام عن الكلام دلوقتي على كارنت ميرورز وكارنت سورسز، ودي تعتبر بيزك بيلدينج بلوك. اوكي، طيب احنا متهيألي مش معلومه جديده ان احنا الترانزستور بتاعنا في ساتوريشن. كويس، احنا ممكن نستخدمه ككارنت سورس، مجرد ان انا بس احطه في الساتوريشن هيديني كارنت ثابت مع الفي دي اس. كويس، طول ما انا مثبت الفي جي اس طبعا. كويس، فالترانزستور ممكن استخدمه ككارنت سورس. احنا باختصار شديد هو حاجه من اثنين. يعني احنا بنستخدم الكارنت سورسز دي بنستخدمها ايه في السيركس بتاعتنا؟ يا اما عشان اعمل بيها بايسنج، يا اما عشان اعمل بيها بايس. يعني انا عايز ادي كارنت للسيركت، عايز ادي كارنت للسيركت، تمام؟ فيا اما هستخدم الكارنت سورس ده اني اعمل بيه بايسنج، يا اما هستخدم الكارنت سورس ده في صوره لود زي ما احنا شفنا في الكومن سورس امبليفاير. انا بحط له كارنت سورس كلود، كاني بالاصح بستغل الاوتبوت ريزيستنس الكبيره بتاعه الكارنت سورس. فهي دي استخدامات الكارنت سورسز عندنا، يا اما بتستخدمها كبايس بايس سورس، او بستخدمها كلود. كويس، واحنا مش معلومه جديده ان انا سهل جدا ان انا احط ترانزستور في ساتوريشن وهو هيشتغل يقوم بالفانكشن دي. هي المشكله بتنشا منين ده؟ كويس، اللي بتخليني عايز استخدم حاجه اسمها كارنت ميرور. انت دلوقتي مطلع كارنت ثابت، كويس، بس الكلام ده بفرض ان الفي جي اس ثابته. طب انا هجنريت الفي جي اس الثابته دي ازاي؟ هجيبها منين؟ لو انا جبت الفي جي اس دي من حاجه زي بوتنشال ديفايدر بالمنظر ده، كويس، الكارنت اللي طالع لي هيبقى ميو ان دبليو على 2 ال سي اوكس في دي دي ماي في دي دي في ار 1 على ار 2 بلس ار 1، كويس، ماينس في تي اول سكوير. يعني الفي جي اس جايه لي من السبلاي. باختصار شديد ان انا هجيب الفي جي اس من السبلاي. مشكله ان انا اجيب الفي جي اس من السبلاي دي على طول ايه، او ان انا استخدم كاش ديفايدر عشان اجيبها من السبلاي. المشكله الكبرى ان الفي جي اس اللي هنا دي هتبقى فانكشن في كل حاجه. يعني ايه فانكشن في كل حاجه؟ يعني هتبقى فانكشن في السبلاي نفسه. السبلاي ما هوش من الحاجات الثابته. يعني انت لما يكون عندك سبلاي، السبلاي ده لو اقول لك السبلاي مثلا 1.2 فولت او 1.8 فولت او السبلاي 1 فولت، كويس، السبلاي ده ممكن يبقى عليه فاريشن بلس ماينس 10%. كويس، تاني حاجه الكارنت اللي طالع ده، كويس، هيبقى فانكشن في التمبرتشر وفي البروسيس. فانكشن في البروسيس واضح جدا لان في موبيليتي، في سي اوكس، كويس، في في ثريشولد، وبالتالي هو فانكشن في البروسيس. يعني كل ما البروسيس بارامترز دي تتغير، زي ما انا كنت يمكن اتكلمت قبل كده، كل التكنولوجي بارامترز دي ليها تيبيكال فاليو. كويس، بس زي ما هي اسمها تيبيكال فاليو، ده معناه ان هي التيبيكال فاليو دي ممكن البروسيس بارامترز تزيد عنها، تمام، او تقل عنها. وبرضه كل البروسيس بارامترز دي فانكشن في التمبرتشر، فانت هتلاقي ان انت كل ما التمبرتشر تتغير الكارنت بتاعك يتغير. طبعا ده مش كل الحاجات دي مش مقبوله، يعني كل الحاجات دي مش مقبوله. على فكره الكلام اللي انا بقوله ده باختصار شديد، يعني انت باختصار شديد كل اللي انا بقوله ده حتى لو مفيش مقاومات. يعني افرض انت واحد قال لي بص انا هحط السبلاي، هحط انا عايز كارنت ثابت، فانا هحط السبلاي في دي دي كده احطه على الفي جي اس، تمام، وحتى اذا افترضت ان السبلاي ثابت، حتى اذا افترضت ان السبلاي ثابت ستيل الكارنت اللي ده مش هيبقى ثابت،
هتلاقي الكلاينت بتاعك بيتغير مع البروسيس، لان هنا في يعني حطيت هنا في دي دي بس، والفي دي دي ثابته، بس الفي ثريشولد بتتغير مع البروسيس والتمبرتشر، والموبيليتي بتتغير مع البروسيس والتمبرتشر، والسي اكس بتتغير مع البروسيس على الاقل، مع التمبرتشر حاجه بسيطه قوي يعني. فبرضه الكلاينت مش ثابت. فانت لو انت قلت لي انا عايز كلاينت ثابت كويس، مش هتوصل لكلاينت ثابت حتى لو حطيت سبلاي ثابت. طيب الحل ايه؟ الحل ممكن بالنسبه لك هيبقى ان احنا ان انا بنأحل المشكله، بس اسمح لي أحل المشكله شويه، لانه وهقول لك احنا بنأحلها عشان نعمل ايه. انا ممكن اوصل لكان ثابت اسمه اي اوت كويس، لو عملت الاستراكشر اللي قدامنا ده، ان انا هتعامل دايت كونكتد ترانزستور بالمنظر ده كويس، ودخلت له كان ثابت اسمه اي ان، ودخلت له كان ثابت اسمه اي ان. معلش تغاضى دلوقتي عن ان انا عندي كان ثابت اسمه اي ان. ممكن تقول لي طب ما انا كده حلت المشكله كده، الاي ان هو اللي لازم يبقى ثابت. ايوه صح، الكلام ده مظبوط. بس دلوقتي لو افترضت ان اي ان ثابت واي اوت بتاعي ثابت، وده مفيد جدا، وانا هشرح لك دلوقتي ليه هيبقى مفيد. ايه اللي حصل في السيركت دي؟ اللي حصل في السيركت دي ان في اي ان دخل هنا فطلع لي سيرتن في جي اس كويس. نفس الفي جي اس دي راحت بقت محطوطه على الترانزستور ده، ولو هما الاثنين ليهم نفس الدايمنشنز هيطلع لي نفس الكارنت اي اوت، او لو هو الترانزستور الثاني الدايمنشنز بتاعته اكبر او اصغر هيطلع لي اي اوت ده بروبوشن لاي اوت داخل، بس دايما ثابت زيه زي 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 اي اوت. او بلا صح، لو انا كتبت السكويلو للاي اوت وكتبت السكويلو للاي انبوت كويس وقسمتهم على بعض، هيطلع ان الفرق الوحيد اللي ما بينهم، لان هما الاثنين ليهم نفس الفي جي اس. يعني انت لو كتبت السكويلو اي بتساوي بيتا اوفر 2 في جي اس ماينس في ثريشولد هول سكوير كويس. فانا لو جبت الكلام ده الاي 1 واي 2 وقسمتهم على بعض، هلاقي ان ليهم نفس الفي جي اس وليهم نفس الثريشولد فولتج تقريبا يعني. فلاقي الترم ده كله راح، البيتا دي فيها بقى الموبيليتي والسي اوكس والكلام ده، هتلاقي ان الفرق الوحيد ما بينهم هو الدايمنشنز بتاعتهم. وبتلاقي هتلاقي ان اي اوت على انبوت هو عباره عن دبليو على ال2 على دبليو على ال1. طول ما الاي انبوت ثابت الاي اوت هيبقى ثابت كويس، او بالاصح الاي اوت هيتساك الاي انبوت، لان في ما بينهم علاقه ثابته، في ما بينهم علاقه ثابته كويس. لو الاي انبوت ده ما كانش فانكشن في بي في تي، الاي اوت مش هيبقى فانكشن في بي في تي. تمام. طيب خليني دلوقتي بقى، احنا يبدو لك ان انت رحلت المشكله. احنا بنرحل المشكله، والاي انبوت ده احنا ممكن نجنريت الاي انبوت ده. في طريقه، في طرق كونفشن نجنريت الاي انبوت ده كويس. الطريقه الكلاسيكال التقليديه كونفشن، ان انا اجيب كارنت ثابت في الانتجريت سيركتس، هي طريقه واحده كلاسيكال كويس. احنا عندنا طريقه نجيب فولتج ثابت، ده مش موضوعنا دلوقتي. في سيركت كده اسمها في الباند جاب سيركت، باند جاب سيركت ليها طريقه معينه ان هي تطلع لي فولتج ثابت. يعني ايه كلمه ثابت؟ لما اقول ثابت يبقى ثابت مع ايه؟ ثابت مع البي في تي، يعني الفولتج ما بيتغيرش مع السبلاي، فولتج ما بيتغيرش مع البروسيس، فولتج ما بيتغيرش مع التمبرتشر. عندنا نوع من السيركتس ممكن نعمله بيطلع لنا فولتج ثابت. تمام؟ الطريقه الكلاسيك لو الكونفشن ان انا اجيب كارنت ثابت، ان انا اخد الفولتج الثابت ده اقسمه على مقاومه ثابته بره التشيب. تاني، اقسمه على مقاومه ثابته بره التشيب. تمام. ف انا ممكن اجنريت الكارنت الثابت ده في سيركت معينه واكسترنال كومبوننت بره التشيب، وبعد كده اروح موزعه، استخدم الكارنت ميرور ده ان اعمل منه كابيز، فيطلع لي الاي اوت الثابت ده في حتت كتير جدا جوه السيركت. يعني انا ممكن احط كده نفس الجيت كونكشن دي، احط هنا ترانزستور تاني كده يطلع لي كان ثابت تاني، واعمل منه كتير جدا، اعمل زي ما انا عايز. يعني انت كانك هتعمل كان ثابت من سيركت معينه، وتعرف توزعه او تعرف تكابي منه كابيز مختلفه لبيت السيركت بتاعتك. عشان كده بيسموها كانت ميرور. ما هي
بتاخد كارنت تعكسه يعني مايه كويس بتميرور كارنت. في سؤال يا جماعه هنا؟ انت لسه معايا؟ طيب اه يا دكتور تمام. اسمك ايه يا باشمهندس اللي على الكالندر؟ احمد الحسين. احمد حسين. هو انت كل ما قال بترد برضه؟ لا في كذا حد تاني بيرد. يا جماعه انا بشكر الناس اللي بترد يعني. فهنرجع تاني للموضوع. فاحنا دلوقتي ده يعتبر كارنت سورس كويس، وبجيب له البايس عن طريق كارنت ميرور تمام. نخلي بالنا يعني ان انا بايس الترانزستور بالطريقه دي اللي انا رسمها قدامكم دي، هي دي الطريقه الصح. ما ينفعش تحط كارنت، ما ينفعش. في ناس بتتخيل يعني ان انا عشان اجيب كارنت ثابت هنا احط فولت ثابت. لو حطيت فولت ثابت ده غلط، ده مش بس يعني مش محبذ، ده غلط. انت مش عايز فولت ثابت هنا، انت مش عايز فولت ثابت هنا. لو حطيت فولت ثابت زي ما انا حطيت هنا، انت بتحط حاجه ثابته قدام حاجات بتتغير، الفي تي بتتغير والموبيلتي بتتغير، فبيطلع لك كارنت بيتغير. هنا بقى الكلام ده ما بيحصلش. هنا انت ما بتحطش فولت ثابت، انت بتحط كارنت ثابت تدخله على ترانزستور. الترانزستور ده بقى حسب الموبيلتي، حسب تغير الموبيلتي وحسب تغير الثريشولد اللي هو بيحصل في الاثنين، يعني هيطلع لك هنا فولتج كبير او فولتج صغير حسب الموبيلتي وحسب الثريشولد. يعني كان ده اللي ثابت، وبيطلع لك هنا حاجه متغيره حسب البي في تي، وبتبقى هي الحاجه الصح اللي تطلع لك نفس الكارنت هنا. مش عارف فهمت اللي انا قلته ده ولا لا. يعني يا دكتور، هو لو حطينا فولتج ثابت على M2 الجيت بتاعته، فكده يعتبر هو بيحصل له بايظ بفولت وكارنت، صح؟ لا، مفيش بعمله بس فولت وكارنت. خلينا نشرحها تاني هنا في المعادله دي، اصل دي من الحاجات اللي برضه الحاجات الفاندمنتال يعني. انت احنا ممكن اعدي الكلام ده يعني، خلاص انتوا فاهمين انه يعني معادلتين سكويلو على بعض فيطلع لي دبليو ولا دبليو. لا خلينا نفهم الكونسبشوالي ده ايه اللي بيحصل هنا. انا لو حطيت ده ثابت، لو حطيت الفي جي اس هنا ثابته صح، وده بيتغير وده بيتغير، الكارنت هنا هيبقى ايه؟ يتغير برضو. بيتغير. الحقيقه بقى في السيركت بتاع الكارنت ميرور انا ما بحطش ده ثابت، انا بحط ده كمان بيتغير، بس بيتغير حسب مين؟ بيتغير حسب تغير دول، بيتغير حسب تغير مين؟ طب عشان يطلع نسهل كارنت ثابت. بالظبط. خلينا عشان نسهل الموضوع كويس، الموبيليتي ما بتتغيرش، الفي ثريشولد بس بيتغير، الفي ثريشولد بس اللي بيتغير تمام. افرض الفي ثريشولد زاد، انت ده الاي ان، ده ادي الاي ان، ادي الاي ان، الاي ان ده اتفقنا انه ايه؟ ثابت. لو الفي ثريشولد زاد الفي جي اس اللي هنا لازم تعمل ايه عشان يطلع ده ثابت؟ بتقل لازم تزيد عشان يفضل ثابت. تمام. عشان يفضل ثابت، عشان يفضل فرق ثابت صح؟ تاني انا بتكلم على الانبوت ترانزستور اللي هو الترانزستور ده لو الفي ثريشولد الانبوت كان ثابت والفي ثريشولد زادت، يبقى الفي جي اس عباره عن ايه؟ هتزيد. هنزيد عشان يفضل فرق ثابت. عشان يفضل فرق ثابت، فكان الترانزستور ده هيروح مزود الفي جي اس لما يكون الثريشولد بيزيد، وبالتالي الفرق ما بين الفي جي اس والفي ثريشولد يفضل ايه؟ ثابت، فيطلع لي الاي اوتبوت ايه؟ ثابت. فهمتوا؟ يعني كان هو بيزود الفي جي اس او يقلل الفي جي اس حسب الثريشولد بتاع الترانزستورز بيزيد ولا بيقل، بحيث انه يطلع لك الكونسبت. واضح الكلام ده؟ تمام. واضح جدا. فبس تبقى فاهم conceptually speaking. لا انا مش عايز فولتج، مش عايز هنا فولتج ثابت، لا ده انا عايز فولتج بيتغير عشان يطلع الكونسبت، بيتغير حسب الثريشولد والموبيليتي. طيب ده كارنت سورس. لما نيجي نبص لده، احاول ابص على الوقت،
لو احنا بصينا هنا دلوقتي على الترانزستور ده، ده كارنت سورس صح؟ هو احنا الكارنت سورس ايه اللي يهمنا فيها؟ الكارنت سورس يهمنا فيها كذا حاجه. يهمنا اول حاجه الاوتبوت ريزيستنس بتاعتها. الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الكارنت سورس ده هي ما فيهاش مشكله. الحاجات الثانيه اللي تهمنا في الكارنت سورس ده، والفولتج هنا ممكن يقل لغايه كام؟ المفروض دلوقتي انت حطيت هنا، انت باختصار شديد بتقول لي انا عامل لك كارنت سورس، ادي كارنت سورس اهو، والكارنت سورس ده واصل بالجراوند، لسه هحطه في سيركت، ولسه هنا في سبلاي، ولسه هنا في سبلاي. فانت السيركت بتاعتك هتيجي هنا، السيركت بتاعتك هتيجي هنا كويس. زي ما انت كنت بتشوف مثلا في الديفرنشال امبليفاير، اكيد شفت الديفرنشال امبليفاير كويس السنه اللي فاتت، هنتكلم طبعا بالتفصيل السنه دي. الديفرنشال امبليفاير بتلاقي في الاخر حاطط لك هنا كارنت سورس صح؟ والكارنت سورس ده هو الكارنت سورس اللي هنا ده، فانت لسه هتحط هنا سيركت فوقيه. طبعا انت من مصلحتك ان انت توسع، وادي السبلاي اهو، من مصلحتك ان انت توسع للسيركت بتاعتك، يعني الفولتج جدول من السبلاي بتاعك ده، الفولتج جدول كله يجي لك على السيركت، ما يضيعش في الكارنت سورس اللي انت حاطه عشان يديك بقى يستحمل. فانت يهمك ان الفي اوت الفولتج ده المينيمم فاليو بتاعته تبقى ايه؟ تبقى صغيره صح؟ يهمك ان ال يهمك ان الفولتج هنا يبقى صغير. طبعا احنا واضح جدا ان المينيمم فولتج اللي يجي هنا، المينيمم فولتج اللي يجي هنا في مينيمم اوتبوت نود هنا هيبقى في اوتبوت في اوفر درايف 2، يعني الاوفر درايف فولتج بتاعه. لو انت نزلت عن في الاوفر درايف فولتج بتاعه اللي هو الفي جي اس ماينس في ثريشولد بتاعته، لو انت نزلت عنها كويس الترانزستور ده يخش في الترايود، يبقى ما عندكش كارنت مينيمم ولا حاجه. فدول التو كاركترستكس بتوع الكارنت سورس اللي احنا عملناه. طيب سؤال اخير بس قبل ما نخش في السلايد اللي بعدها، يعني ان شاء الله بقيه السلايدز نمشي فيها سموث. لو انا مثلا عايز كارنت 1 مللي امبير هنا، لو انا عايز كارنت هنا 1 مللي امبير كويس، ادخل هنا 1 مللي امبير واخلي الترانزستورز دول دبليو على ال بتاعتهم قد بعض، ولا ادخل هنا 100 مايكرو امبير وخلي الترانزستور اللي على اليمين ال W على L بتاعته 10 مرات ال W على L بتاعت الترانزستور اللي على الشمال. أعمل كده ولا كده؟ خلي السايز بتاعهم زي بعض. نعم؟ خلي السايز بتاعهم زي بعض. بصوا يا جماعة، يعني مش عايز أغششكم الإجابات، بس من هنا لآخر السنة أي سؤال هسأله وأقول لك أعمل كده ولا أعمل كده، عادة طالما الاثنين صح يبقى في تضاف صح؟ تمام. هو انا لو دخلت ال 100 مايكرو خدت في الاوتبوت ال 1 مللي، الاريا بتاعت ال ام 2 هتبقى 10 اضعاف الاريا بتاعت ام 1. بعد كده مثلا اول تريد اوف ان لو دخلت الصغير في الاول هضطر ازود الاريا في الثاني، ولكن لو دخلت في الاولاني 1 مللي والثاني خدت منه 1 مللي برضو، فانا غالبا كده صرفت 1 مللي كده على الفاضي، اللي هو بتاعت الريسيرش الاولانيه دي انا مش محتاجها. هي بالظبط كده. هو انت عندك يعني مثلا حتى في سايزنج بتاع حاجه زي كده عندك تريد اوف ما بين الاريا بتاعتك كويس، الترانزستورز يبقوا قد بعض ولا الترانزستور اكبر بكتير من الثاني، فانت ده تريد اوف مع الاريا مع الباور. لما انا احط 1 مللي و1 مللي فانا صرفت 2 مللي امبير في الكارنت ميرور دي صح، لكن لو حطيت 100 مايكرو و1 مللي امبير فانا صرفت 1.1 مللي امبير. فهنا عندنا تريد اوف ما بين الباور ما بين اللي اوت او ما بين الاريا بتاعت الترانزستور دي كويس. هو الحقيقه في الحته دي في تريد اوف اكتر من كده كويس، في تريد اوف ليها علاقه بال بالنويز. ف يعني حتى في السيمبل كانت كده في تريد اوف كتير، حتى في تريد اوف زي ما هنشوف تريد اوف في الاخر خالص باختصار شديد، يعني السايزنج بتاعت السايزنج بتاعهم بتاعت ايه، يعني بتاعت اي واحد فيهم، السايز بتاعه خليه كبير ولا صغير، او بلا صح خلي الفي اوفر درايف هنا كبير ولا صغير. حتى الفي اوفر درايف بتاعته كبيره ولا صغيره، ممكن واحد يقول لي مش فارقه معايا الفي اوفر درايف هنا، يعني الفي اوفر درايف اللي هنا هتجي لك هنا على طول زي ما هي صح، يعني ده
لو ليه سيرتن في اوفر درايف هتروح على الترانزستور الثاني، وده كل اللي يهمني. وكده كده الكرنت اللي هنا هيروح الناحيه الثانيه بما ان الفي اوفر درايفز قد بعض، بس استخدم الفي اوفر درايف كبيره ولا صغيره؟ ده مش امبليفاير، فما حدش هيقول لي مثلا والله اصل في سبيد ولا مثلا في جين فولتج جين، ما فيش ولا فولتج جين ولا في حاجه. فبالتالي واحد يقول يتخيل ان انا اي في اوفر درايف هحطها هتشتغل كويس. اي في اوفر درايف هتحطها في تريد اوف كويس، هنشوف تريد اوف يمكن في اخر سلايد في او واحد من التريد اوفز اللي بتتحكم من اصلا الفي اوفر درايف بكام في اخر سلايد في المحاضره دي. طيب طبعا الكرنت ميرور هنا لما احنا استخدمنا سكويلو احنا اهملنا حاجه مهمه جدا، اهملنا الشانل لينث موديليشن افكت اللي هو التيرموت على 1 بلس لامدا في دي اس. لو انا حطيته كويس هيطلع لي بالمنظر ده، لان الفي دي اس هنا ما هياش قد الفي دي اس هنا. الفي دي اس اللي هنا دي ما بتتحددش حسب، بتتحدد حسب يمكن الفي دي اس اللي هنا بتساوي في جي اس، فهنا يمكن الموضوع بسيط. لكن هنا الفي دي اس هتتحدد ازاي؟ حسب السيركت اللي فوقيها، حسب السيركت اللي فوقيها. وبالتالي مفيش حاجه تضمن، مفيش حاجه تضمن اساسا ان في دي اس اللي هنا بتاع ده قد في دي اس اللي هنا. والفي دي اس بتاعتهم لو مش قد بعض الكرنتس مش هتبقى بس فانكشن في الدبليو على ال بتاع كل واحد فيهم، مش هتبقى بس فانكشن في الدبليو على ال بتاع كل واحد فيهم صح؟ طب ازاي اقلل الديبندنس ده؟ تقلل الديبندنس ده ابسط حاجه تقلل الديبندنس ده ان انت تخلي لاند دي صغيره جدا، يعني كان التيرم ده مهمل. ازاي اخلي لاندا صغيره؟ باختصار شديد اخلي الاوتبوت ريزيستنس كبيره. يعني انا لما اجي ابص كده اشوف اوتبوت ريزيستنس كبيره. طيب ازاي نخلي الاوتبوت ريزيستنس كبيره؟ لسه احنا ما فيش من نص ساعه واخدين تكنيك عشان نخلي الاوتبوت ريزيستنس كبيره، انا استخدم كاسكودنج كويس. فادي ادي الكرنت ميرور، ادي الكرنت ميرور اللي هي الزرقاء اللي تحت دي، هي دي الكرنت ميرور الرئيسيه بتاعتي. انا حطيت هنا ترانزستور تاني ستاكت كاسكودد مع الترانزستور الاصلي بتاعي كويس عشان اشوف اوتبوت ريزيستنس كبيره من هنا. لما انت بتشوف اوتبوت ريزيستنس كبيره كويس، ده معناه ان انت مش سنسيتيف لاختلاف الفي دي اس صح؟ يعني انت كل ما كان عندك الاوتبوت دي كبيره كل ما انت عندك كويس ان ده يبقى فلات كده، وانت مش 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 فانكشن. يعني انت عندك الاي اوت هنا بايه؟ هو الاي اس. تخيل ان عندك كرنت سورس ثابت وعندك ليه اي اوت كويس، كل ما الاي اوت كبيره دي انت مش هتبقى معتمد على الفولتج اللي في الاوت، مش هتبقى فانكشن في الفولتج اللي في الاوت ده. حاجه واضحه طبعا. فانا رحت جاي على الكرنت سورس، ادي الكرنت سورس بتاعي تاني. خلي بالك ان الكرنت ميرور، الكرنت ميرور اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن تبص لها على انها حاجه هي نصين. الكرنت سورس اللي انت محتاجه ده الكرنت سورس اللي انت محتاجه، وده البايسنج بتاعه. انا جايب النص ده عشان ابايس بيه النص اللي على اليمين، يعني النص اللي على الشمال هدفه انه يوفر بايس مظبوط. النص اللي على الشمال هدفه يوفر بايس مظبوط للنص اللي على اليمين. اوكي؟ فانا عشان اكبر الاوتبوت ريزيستنس عملت الحاجه اللي انا عارفها، حطيت كاسكود ديفايس اهو، والترانزستور ده محطوط عشان يدي له بايس، يدي بايس لده. طبعا ده محطوط عشان يدي بايس لده، وهي دي الكرنت مير تمام. طيب الاي اوتبوت هنا اللي هشوفها، الاي اوتبوت اللي هشوفها هنا واضحه جدا. الاي اوتبوت هي الاوتبوت بتاع الترانزستور ده اوتبوت 2 مضروبه في جي ام اوتبوت 4، اللي هو كانها مضروبه في جين، مضروبه في الانترنسك جين بتاع الترانزستور اللي انا هستخدمه في الستاكينج ده، ودي بنسميها كاسكود كارنت ميرور. الاوتبوت ريزيستنس بتاعتها كبيره. مشكلتها ايه؟ يعني انا زودت الاوتبوت ريزيستنس، مشكلتها ايه؟ مشكلتها المينيمم فولتج اللي ينفع احطه هنا. المينيمم فولتج اللي احطه هنا هيبقى كام بقى؟ هل هيبقى في اوفر درايف؟ 2 اوفر 2 ولا هيبقى 2 في اوفر درايف؟ اللي انا رسمته ده مش الجيت بتاع ام 3 ماينس بي ثريشولد الجيت فولتج. بص لو احنا بصينا كده هنلاقي ان هنا انت عندك في اوفر درايف بلس في ثريشولد اللي هي في جي اس. يعني كلمه في جي اس دي هي عباره عن في اوفر درايف بلس في ثريشولد، لان في اوفر درايف هي في جي اس ماينس في ثريشولد.
فعندك هنا في جي اس اللي هي في اوفر درايف بلس في ثريشولد، عندك هنا في جي اس ثانيه، وبالتالي عندك في عند النقطه دي 2 في اوفر درايف بلس 2 في ثريشولد، عندك 2 في اوفر درايف بلس 2 في ثريشولد. القاعده العامه ان انا عشان الترانزستور ده يفضل في الساتوريشن الدرين بتاعه مسموح له الدرين اللي هنا ده مسموح له يقل عن الجيت بمقدار كام؟ بمقدار في ثريشولد بالكتير، صح؟ لان انا طول ما انا عندي في دي اس او في دي اكبر من في جيت ماينس في ثريشولد، فبالتالي الدرين مسموح له يبقى اقل من الجيت بمقدار في ثريشولد والترانزستور لسه في الساتوريشن. فانا لو عندي هنا 2 في اوفر درايف بلس 2 في ثريشولد يبقى اقل حاجه مسموح لي بيها هي 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد واحده، صح؟ وبالتالي مينيمم فولتج اللي هنا هو 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد، مش 2 في اوفر درايف بس. وطبعا ده ويست كبير جدا، ده ويست كبير جدا، لان زي ما قلنا لو 2 في اوفر درايف، انا حاطط هنا ارقام بس يعني ممكن نستخدم اي ارقام، يعني مثلا سبلاي 1.5 فولت كويس، في اوفر درايف ب 0.18 والفي ثريشولد ب 0.4، ف 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد طالع لي 0.76، يعني المينيمم فولتج اللي هنا يبقى نص الفولتج هيدروم بتاعك، نص السبلاي بتاعك. فانت لسه هتبني سيركت هنا، هتبني السيركت دي كلها كويس بفولتج هيدروم هو نص السبلاي بتاعك. طبعا انت ممكن تقول لي لا انا مش هستخدم في اوفر درايف 0.18، هنستخدم في اوفر درايف 0.1، ف 2 في 0.1 0.2 بلس 0.4 0.6 0.6 ستيل قيمه كبيره جدا بالنسبه لل 1.5. واحنا كان عندنا ويست هنا، ليه عندنا ويست؟ لان زي ما انتوا قلتوا في الاول كنت معتقد ان اقل فولتج ممكن يجي لي هنا هو 2 في اوفر درايف، صح؟ فقلت لك لا هو مش 2 في اوفر درايف، هو 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت، بس واضح جدا انه يعني اوبتيمم ان هو يبقى 2 في اوفر درايف بس. وهو ده السبب اللي خلاني كنت بتكلم على الكاسكود امبليفاير في السلايدز اللي فاتت كويس، وقلت لكم السوينج اللي كنا بنقارن بين الكاسكيد والكاسكود، وقلنا الكاسكيد ممكن يدينا سوينج اعلى، وبعد كده قلنا الكاسكود هيديني سوينج اقل، لان الكاسكود هضطر اقسيه ب 2 في اوفر درايف، صح؟ قلت لكم على الاقل 2 في اوفر درايف. ليه؟ لان انت لو عامل بايسنج مش مظبوط يبقى انت هنا اقل فاليو بتوصل لها هو 2 في اوفر درايف بلس في فشل، مش 2 في اوفر درايف. في مشكله في اللي انا بقوله لغايه دلوقتي؟ طيب لا تمام. طيب احنا كل اللي هنعمله بس في الكام سلايد الجايين ان احنا نحاول نعمل كانت ميرورز بيدونا 2 في اوفر درايف اللي احنا متوقعينها، ما بيدوناش في 2 في اوفر درايف بلس في فشل. وطبعا منطقي جدا، احنا بنفكر بطريقه منطقيه، يعني السيركت يعني طبعا في بعض الاستراكشرز الواحد بيبقى شبه حافظها، بس هو هي المفروض يبقى قادر انه يستنتجها او يبقى فاهم هي معموله كده ليه يعني. فطبعا كل اللي احنا هنعمله زي ما انا قلت ان كانت 104 نصين، ده الكرنت سورس وده النص اللي بيديني البايسنج للكرنت سورس ده. كل اللي هنعمله ان احنا هنحاول نغير في النص اللي على الشمال ده بحيث يدي بايسنج مظبوط، او بس بايسنج اوبتيمم بايسنج للنص اللي على اليمين، بحيث ان المينيمم هنا يبقى 2 في اوفر درايف. تمام، دي اول سيركت، اول سيركت ادي عشان بس ما حدش يتوه يعني، ادي الكرنت سورس بتاعي، وبقى عندي الاربعه ترانزستورز على الشمال دول عشان يدوني البايسنج. يعني هنا الفكره كانت ايه؟ الحقيقه السيركت اللي هنا دي اول حاجه انسى الالفا دي، اعتبر ان كل الكرنتس دي قد بعضها، اعتبر ان الكرنتس دي كلها قد بعضها. خلينا بس نتفق على حاجه كده قبل ما نبدا، ان انا لو عندي خلينا ان انا لو عندي ترانزستور، لو عندي ترانزستور الدايمنشن بتاعته دبليو على ال، الدايمنشن بتاعته دبليو على ال، وبشتريت فيه كارنت اي، يعني تاني لو انا عندي دبليو على ال من السكوير لو، يعني لو انا عندي كارنت اسمه اي ماشي في ترانزستور دايمنشن بتاعته دبليو على ال كويس، ال هيديني في اوفر درايف معين، صح؟ طبعا في هنا ميو ان سي اكس وده سكوير،
في ميو ان سي اكس او نص ميو ان في سي اكس، انا فاهم الكلام ده كويس، بس انا يعني جاني بصح، انا لو حطيت كارنت مشيت كارنت في ترانزستور الدايمنشن بتاعت دبليو ال، هيبقى هيديني حاجه اسمها في اوفر درايف، في اوفر درايف 1 نسميها مثلا. طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ كل اللي حصل هنا ان انا انسى انسى الجزء اللي في النص ده، صح؟ انساه دلوقتي. احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا كان سورس وكان عندنا اثنين دايت كونكتد ترانزستورز بالمنظر ده بيدوا له بايس، صح؟ كل اللي احنا عملناه conceptually speaking يعني ان احنا قلنا هنحط ليفل شيفتر، مش احنا عارفين ان السورس فولور بيشتغل ليفل شيفتر؟ يعني خدنا الفولتج اللي هنا ده عملنا له ليفل شيفت لتحت، عملنا له ليفل شيفت لتحت عشان يديني هنا فولتج اقل، وبالتالي ممكن اوصل هنا الفولتج اقل. هو ده كل اللي حصل في السيركت دي، ان انا استخدمت ليفل شيفتر. كويس؟ لو جينا نبص بقى لتوزيع الفي اوفر درايف، زي ما قلت لكم كانت اسمه اي، كانت اسمه اي ماشي في ترانزستور اسمه دبليو على ال، هيديني حاجه اسمها في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، صح؟ انا الترانزستور اللي فوقيه ده انا قاصد حطيته ربع دبليو على ال، لو انا حطيته ربع دبليو على ال يديني في اوفر درايف قد ايه؟ ادي الكارنت اهو نفس الكارنت وحطيت ربع دبليو على ال، بس ماشي نفس الكارنت، يبقى الفي اوفر درايف اللي هنا دبل، يبقى الفي اوفر درايف قالها ايه؟ ها؟ دبل، يبقى الضعف دبل بالظبط بالظبط. فانا قصدي رحت حاطط ترانزستور هنا بربع دبليو على ال، فاداني هو هو عنده حاجه اسمها في اوفر درايف 3 بلس في ثريشولد، بس الفي اوفر درايف 3 بتاعته دي هي عباره عن اثنين في اوفر درايف 1، وبالتالي لو جيت انا هعد من هنا في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد وصلت لغايه النقطه دي كويس، من هنا لهنا رحت جامع اثنين في اوفر درايف 1 بلس كمان في ثريشولد، فعشان كده طالع لي فوق هنا كام؟ 3 في اوفر درايف 1 بلس 2 في ثريشولد. واضح يا جماعه؟ يعني هنا في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، الترانزستور الثاني اداني 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، وطلع لي فوق هنا 3 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد بلس 2 في ثريشولد. هاجي على الليفل شيفت بتاعي ده، انا برضه انسى الالفا، نمشي فيه كانت اسمه اي كويس، وبرضه الدايمنشنز بتاعته دبليو على ال، انسى الالفا، فيعمل لي دروب بقيمه في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، فيطلع لي هنا 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد. تمام؟ عند النقطه دي هنا مسموح له يقل بمقدار في ثريشولد عن الجيت، يبقى هنا المينيمم فولتج اللي اقدر اخده كام؟ 2 في اوفر درايف 1، اللي هو اللي اللي هو يبدو لي الابسوليوت مينيمم اللي اقدر اوصل له، اقل حاجه ممكن اوصل لها، ما اقدرش احط اكتر من كده. باختصار شديد السيركت دي عملت ايه؟ ادتني بايس اوبتيموم او قللت لي البايس بطريقه مظبوطه بحيث ان يبقى المينيمم فولتج هنا 2 في اوفر درايف 1. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ايه موضوع الالفا ده؟ هو بس النقطه هنا ان انا عمال اويست كارنت على الفاضي، يعني هنا حطيت كارنت اسمه اي كويس، حطيت هنا مثلا ده 10 مايكرو امبير، حطيت هنا وطالع من هنا 10 مايكرو امبير، الدايه اللي بتعمل ليفل شيفت دي مش لازم يبقى ماشي فيها 10 مايكرو امبير، يعني يبقى صح اي يساوي انسى بقى الميو ان والكلام ده دبليو ال كويس في اوفر درايف سكوير. V over drive square تمام. فاحنا كنا بنقول لو 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 دخل لي كلاينت اسمه اي، لو دخل لي كلاينت اسمه اي وعندي وعندي دبليو على ال، بيطلع لي حاجه اسمها V over drive 1 صح؟ هي دي V over drive 1 اللي احنا ماشيين بيها، V over drive 1 and so on. طيب انا ممكن برضه V over drive 1 دي اطلعها بطريقه ثانيه، ان انا ادخل كلاينت اصغر اسمه الفا واحط دايمنشنز اصغر اسمها الفا دبليو على ال، فهو ده اللي معمول هنا، بس ستيل برضه بيديني في اوفر درايف 1 بتاعتي كويس، يعني بقلل الكارنت واقلل الدايمنشنز بنفس الفاليو بنفس الريشيو، وبالتالي يطلع لي برضه في اوفر درايف 1. في مشكله في الكلام ده؟ طيب يا دكتور، طيب واحد جه قال لا انا دكتور اتفضل. هو احنا في التوبولوجي اللي فاتت انا كنت ضامن ان ال VDS بتاع M2
هو ال VDS بتاع M1 صح؟ انهي دي؟ هنا صح، مش متحقق كده صح؟ هنا مش متحقق، تمام. يعني هنا مش متحقق يعني. احنا ممكن نشوف بكام صح؟ ممكن طيب، يعني هنا دلوقتي، هنا ال ال هنا في اوفر درايف 1 الفي دي اس، طبعا هنا في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، هنا الفي دي اس هتبقى في اوفر درايف واحده بس من غير في ثريشولد، فما هماش ما لهمش نفس الفي دي اس ولا حاجه صح؟ يعني كده التانية كانت بتعمل ميرورنج أحسن صح كده؟ الثانية هتعمل ميرورنج أحسن، الثانية هتعمل ميرورنج أحسن، بس هنا المينيمم فولتج اللي ممكن توصل له أقل. تمام، تمام. هنستخدم سيركت أحسن، هنستخدم سيركت أحسن من دي، يعني أنا السيركت دي على أساس ما بشوفهاش الحقيقة، في الحياة الباكج ما بشوفهاش، هشوف حاجة أفضل من كده. طيب، جه واحد قال بقى خلاص، طالما الموضوع يعني انتوا بس عايزين توصلوا البايس هنا بقيمه معينه، اللي هي انا عايز اوصل في النقطه دي ل2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد، عايز حاجه تطلع لي الكلام ده بحيث لما اطرح في ثريشولد يطلع لي في 2 في اوفر درايف. فواحد قال لك خلاص انا فهمت انتوا عايزين توصلوا لايه، انا ممكن اعمله بطرق مختلفه. كويس، طريقه ثانيه قال لك بسيطه، يعني انتوا معقدين الموضوع ليه؟ كويس، طب انا اجيب انسى الالفا ثاني، الالفا دي زي ما اقول لك ده سكيلينج، يعني مش هيفرق في حاجه. تمام، قال طيب انا كل اللي انا هعمله كويس ان انا همشي كارنت، هحط ترانزستور كويس واحط الدايمنشنز بتاعته ربع دبليو على ال، بحيث لما امشي فيه اي اتنين يدي لي 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، هيديني على طول اللي انا عايزه، وحاططها ايه؟ على الترانزستور ده صح؟ انت دلوقتي احنا قلنا كل هدف النص الشمال ده يطلع لي بايس اللي هو نفس النص الشمال ده كويس، فانت عايز هنا في اوفر درايف بلس في ثريشولد، وعايز هنا الاوبتيمم يبقى 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد واحده صح؟ فهنعمل ايه؟ كل اللي ممكن نعمله ان احنا كويس ان انا هحط ترانزستور هنا بربع الدايمنشنز هيدي لي على طول 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد، واروح موصله لده. تمام، والترانزستور اللي هنا ده هيز دون في اوف دايف بلس في تش، خلي بالك الترانزستور الام 1 ده دايت كونكتد عادي خالص، دايت كونكتد يعني ما عملتش فيه اي حاجه، وهيديني الفايس الترانزستور تحت، فتبدو السيركت دي تبدو سيركت بسيطه وبتحقق اللي انا عايزه. تمام، يعني خلي بالنا باختصار شديد، خلي بالك بس الدايت كونكتد ده انا كنت ممكن اقسمه زي ما احنا متعودين، ممكن اقسمه كده يعني، ممكن اقسمه كده زي ما احنا متعودين، انا اسمه هنا لسبب ما عشان بس هنعمل تعديل على السيركت، فالرسمه كده تبقى مناسبه اكتر. يعني لو صح الرسمه اللي انتم شايفينها قدامكم دي عباره عن ايه؟ عباره عن ترانزستور كده، وادي المين ترانزستور الثاني، كاني ببساطه عملت دايت كونكتد هنا اهو، دايت كونكتد اهو، ده ترانزستور تحت صح؟ ومشي كارنت هنا، ورحت جايب دايت كونكتد الثاني هنا كده يديني هنا الفولتج اللي انا عايزه. متخيلين انا بقوله؟ ها يا جماعه متخيلين؟ تمام. جبت 2 دايت كونكتد ترانزستورز، كل واحد فيهم يطلع لي البايس اللي انا محتاجه. تمام؟ السوكت دي تبدو مثاليه، مدياني البايسنج المظبوط، بس هي قالت النقطه اللي قالها الباشمهندس، اللي قالها اتكلم كان اسمه ايه الباشمهندس اتكلم على الفي دي اس؟ ايوه دكتور احمد. احمد اهو. احمد كده انت عرفت نفسك؟ احمد الحسين. احمد حسين برضه؟ طيب، مشكله السوكت دي ممتازه كل حاجه، بس الفي دي اس اللي هنا مش زي الفي دي اس اللي هنا، فالكارنت ميرنج مش هيبقى احسن حاجه.
الكرنت مينينج مش هيبقى احسن حاجه صح، عشان هيفضل برضه في تشانل لات بوزيشن افكت شويه. فقال خلاص، قالوا خلاص ماشي، نحسن السيركت ازاي؟ نحط ترانزستور زياده، ترانزستور اللي هنا ده، ترانزستور ده خلي بالك انا لو الفولتج اللي هنا، لو الفولتج هنا في جيت هنا للترانزستور ده هو نفسه للترانزستور ده وماشي فيهم نفس الكارنت، لو اثنين ترانزستورز في ستيت ماشي فيهم نفس الكارنت هيبقى لهم نفس الفي جي اس تو ذا فيرست اوردر يعني صح؟ طب هم لو ليهم نفس الفي جيت هيبقى ليهم نفس الفي اس، وبالتالي انت ضمنت هنا ان الفي سورس الفي اس الدرين هنا والدرين هنا ليهم نفس الايه؟ السورس فولتج هنا يساوي السورس فولتج هنا يساوي السورس فولتج هنا، وبالتالي في دي اس هنا بتساوي في دي اس هنا. انا اللي انا عامله بلزق ده اللي انا حاطط الترانزستور بلزق دي، هي دي الكارنت ميرور يا جماعه، هي دي الكارنت ميرور الاصليه بتاعتي. كل الترانزستورز التانيين دول ايه؟ دول ده كاسكود عشان يزود الاوتبوت ريزيستنس صح؟ وده كان عشان يدي له بايس، وده علشان يخلي السوق الفولتج هنا قد الفولتج هنا. فاحنا كده فاهمين كل ترانزستور ايه هدفه في الحياه يعني صح؟ الترانزستور اللي دي هي دي الكارنت ميرور الاصليه، ده عشان يظبط الاوتبوت ريزيستنس بتاعت الكارنت سورس بتاعي، ده عشان يديله بايس، يدي البنش ده بايس، والترانزستور ده انا ضفته في الاخر عشان يساوي لي الفي درين هنا بالفي درين هنا. تمام؟ فدي اللي مستخدم كتير قوي، حتى مش السيركت دي، السيركت اللي وراها. هو خلاص بقى في حد قال لك خلاص انا فهمت الموضوع، انتوا عايزين تطلعوا 2 في اوفر درايف بلس في ثريشولد، فحط هنا ربع دبليو على ال صح؟ لان انا لو ربع دبليو على ال وماشي نفس الكاينت فانا بجيب 2 في اوفر درايف. 2 في اوفر درايف بتاعت مين؟ 2 في اوفر درايف بتاعت الشخص ده وده. السيركت في ناس بقى بتروح حامله ايه؟ تقول لك لا هعملها كده. وبص ايه الفرق هنا؟ كويس. الفرق هنا اول حاجه انسى الالفا ده زي ما قلنا ملهاش اي معنى، دي مجرد سكيلينج. انت بعد ما تخلص ديزاين ممكن ايه تقلل الكانت وتقلل دبليو على ال لكل البرانش بنفس الفاليو وتحافظ على الفيو اوفر درايفز بتاعته. بدل باختصار شديد، بدل ما احط ترانزستور بيديني ربع دبليو على ال، الدايمنشن بتاعته ربع دبليو على ال كويس، حطيت ترانزستور بدبليو على ال نفس دبليو على ال بتاعت البيتا ترانزستورز اللي هو هيديني هو في اوفر درايف بلس في ثريشولد، وحطيت تحت ترانزستور في الترايود، حطيت تحت ترانزستور في الترايود كويس. الترانزستور في الترايود ده مطلوب منه ان هو يديني في اوفر درايف 1، يعني الدروب اللي عليه يبقى في اوفر درايف 1 بحيث في اوفر درايف 1 بلس في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد يديني هنا برضه الاثنين في اوفر درايف بلس في ثريشولد اللي انا محتاجها. هو ده كل هدفه، ان هو كانه مقاومه، كانه مقاومه. طبعا مش احنا قبل ما نشوف السيركت شغاله ازاي، طبعا ليه انا مش عايز احط المقاومه هنا، او ايه الفايده في ان انا احط مقاومه هنا، ايه مشكله ان انا احط مقاومه هنا؟ يعني السيركت دي باختصار شديد تاني احنا اكتشفنا ان الفولتج الاوبتيمال هنا يبقى 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، حيث في اوفر درايف 1 ده الفي اوفر درايف بتاع الترانزستورز ده وده. تمام. فاحنا كنا بنجنريت ازاي 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد؟ ان احنا ندخل نفس الكارنت ونحط ربع الدايمنشنز. واحد قال لك لا انا مش هعمل الكلام ده، انت عايز هنا 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، انا هحط ترانزستور يديني في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، وهجيب ترانزستور في الترايد او هجيب مقاومه هنا تديني الفي اوفر درايف 1 الزياده ده كويس. طب ليه ما حطش مقاومه؟ ممكن يحط مقاومه ويظبط الفاليو بتاعتها مع الكلاينت بحيث ان هي تديني في اوفر درايف 1. ايه مشكله الكلام ده؟ مقاومات مش مستحبه يعني في الانتجريت سيركت؟ في 10 اسباب يعني، ممكن طبعا 10 مبالغه شويه. اول حاجه المقاومه الايه بتاعتها كبيره زي ما انت قلت، وبالتالي هي مش احنا مش عايزين باسيفز، فالمقاومه الايه بتاعتها كبيره. لكن السبب الاهم دلوقتي زي ما انا قلت، انت محتاج اولا السبب الثاني ان المقاومه دي هتتغير مع البي في تي بديبندنسز مختلفه خالص عن الترانزستورز. يعني ممكن تكون انت المقاومه دي بتزيد والترانزستورز الموجوده بتاعتهم بتقل او العكس او كده، مفيش اي علاقه ما بينهم. فمع الـ مع الـ مع البي في تي لو انت بتسيميليت مع كل البروسيس كورنرز هتلاقي ان الموضوع باظ خالص. ثالث حاجه
زي ما انا قلت، انت محتاج تظبط الكرنت مع قيمه المقاومه بحيث يديك فيو بضيف 1. فانت محتاج ان انت تغير الكرنت مع تغير المقاومه مع في الشيب بتاعتك، انك تحافظ عليه، تحافظ على علاقه ثابته ما بينهم. الحقيقه بالنسبه للخانه دي احنا في طريقه ان احنا نعمل الكلام ده يعني. فيبقى ان البي في تي بتاع المقاومه ده هيبقى مؤذي جدا ليك كويس، لان هي ديفايس مختلف خالص عن الترانزستورز، فهتتغير بطريقه مختلفه خالص، مش هيتغيروا مع بعض يعني كويس. الحاجه الثانيه هنا ايه بتاعتها كبيره، فعشان كده انا استخدمت الترانزستور هنا. طيب الترانزستور ده مطلوب منه ايه؟ الترانزستور ده مطلوب منه يبقى عليه فيو اوفر درايف 1، فلازم اعمل له سايزنج، لازم اعمل له سايزنج بحيث انه يطلع لي فيو اوفر درايف 1. طب الدايمنشنز بتاعته بتبقى كام كومبيرد؟ يعني احنا هنا كده بنحط ربع دبليو على ال عشان نطلع اللي احنا عايزينه، حاطين هنا كله بقى انسى الالفا، حاطين كله دبليو على ال دبليو على ال دبليو على ال، نحط ده كام بقى؟ نحط ده كام؟ سهله، انت ممكن تحط ان انت عندك دلوقتي معادله الكرنت بتاع الترانزستور ده هو الكرنت بتاع الترانزستور ده صح؟ هتكتب معادله الترانزستور اللي فوق في الساتوريشن، معادله الترانزستور اللي تحت في الترايود، الترانزستور اللي فوق كويس في المعادله بتاعته في جي اس ماينس في ثريشولد بتساوي في اوفر درايف 1 كويس. الترانزستور اللي تحت، الترانزستور اللي تحت الفي جي اس بتاعته بتساوي كام؟ بتساوي 2 في اوفر درايف 1 اللي هو يعني عشان اللي هي النقطه دي اللي هي عباره عن في اوفر درايف 1 في ثريشولد بلس في اوفر درايف 1. انت عايزها تبقى كده، يبقى وانا بكتب معادله الترانزستور في الترايود اللي تحت الفي جي اس بتاعته 2 في اوفر درايف 1 بلس في ثريشولد، الفي دي اس بتاعته انا عايزها تبقى في اوفر درايف 1. هتلاقي ان عندك معادله ال V اوفر درايف 1 عطير كويس، يعني معادله الكلام ده بيساوي الكلام ده، هيبقى لك بس علاقه ال W على L بتاعت الترانزستور فوق بال W على L بتاعت الترانزستور تحت. احسبها بقى وقول احنا المفروض نطلع ال W على L تحت دي تبقى بكام، محتاجين نحط ال W على L دي تبقى كام بالنسبه لل W على L اللي فوق، ها، بحيث انه الدروب اللي على الترانزستور ده يبقى V اوفر درايف 1 فعلا. طبعا دي حسبه ممكن نعملها لو احنا كنا على البورد، سهله جدا يعني، ما هتساوي كانت في الترايود وكانت في الساتوريشن وكل الفولتجز عندك بدلاله الفي اوفر درايف 1، وانت عايز بس تطلع علاقه دبليو على ال بدبليو على ال. تمام، والسيركت دي، السيركت دي من السيركتس يعني السيركت دي من السيركتس اللي هي ايه مستخدمه كتير جدا، من الشركات المستخدمه كتير جدا يعني عشان اجنريت بايس لكرنت سورس، او ان هي تستخدم ان هي ايه كرنت ميرور، يعني في الاخر دي كرنت ميرور صح؟ يعني في الاخر دي كرنت ميرور، وهدف كل الترانزستورز دي ان هي بس تجنريت بايس للترانزستور ده. طيب في حاجه مش واضحه في الكلام ده يا جماعه؟ دكتور السلايدز اللي فاتت ما كنتش فاهم المشكله بتاعت الدايره، عشان كده غيرناها وخليناها دي. انا اللي قبليها كانت ما كانش فيها مشكله خالص، دي دايره كويسه ودي دايره كويسه، بس اللي انا شفته مستخدم اكتر هي الدايره دي كويس. ليه؟ الدايره دي مع البي في تي لما تيجي تسيميليت مور روبست كويس، يعني بتقدر تحافظ على التنسيف ستيشن اكتر من الدايره اللي فوق دي. تمام؟ فتضافير الصورة ده واحنا بنشرح يعني دلوقتي ما يبدوش ان الواحدة فيها احسن من الثانية، بس المستخدمة اكتر هي اللي تحت دي. الكوست بي في تي هي مو بس عن اللي فوق اللي قبلها. تمام؟ واضح الكلام ده؟ طيب في بقى غير الكاسكود يا جماعة ريجيليتد كاسكود. ريجيليتد كاسكود ان انا بحط كانت ميرور كويس، ومش بس حطيت كاسكود ديفايس عشان يكبر الاوت ريزيستنس، حطيت كمان امبليفاير. خلي بالك الامبليفاير ده مش بحط اوب امب ولا حاجه يعني، بس عشان ما حدش يفتكر ان اي كده امبليفاير متخيل انه يجي في دماغه صوت اوب امب كبير مليان ترانزستورز كتير. امبليفاير بالمنظر ده يبقى مجرد بس يعني فيري سمبل ديفرنشال امبليفاير. طيب الاوت ريزيستنس هتبقى كام بقى في الحاله دي؟ ها؟ الاوت ريزيستنس هتبقى كام؟ منتهى البساطة ده انت في نص دقيقة على طول ممكن تثبت ان output resistance تساوي 1 plus A جي ام 3 R output 3 في R output 2. يعني بدل ما ال R output 2 دي بتضرب في جي ام 3 في R output 3، لا كمان اتضربت في 1 plus الجين. طبعا الاناليسيس السهلة دي انت هتشيل الامبليفاير ده، ايدل امبليفاير، الفي اف انس ده بالجراوند مالكش دعوة بيه،
ده فولت الثابت كويس. كل اللي هيبقى عندك بس هي معادله زياده بس، ان الجيت فولتج اللي هنا في جيت كويس، ايه علاقته بالفي سورس؟ ايه علاقته بالفي سورس؟ ماينس ايه في في اس كويس. فانا تكتب هنا، لما تيجي تكتب هنا جي ام في جي اس، في جي اس يعني ايه؟ يعني في جيت ماينس في سورس صح؟ ففي جي اس دي في جيت ماينس في سورس هيطلع لك 1 بلس ايه على طول، هيطلع لك التيرم بتاع 1 بلس ايه ده. فهي اناليسيس سهله جدا يعني، مش معنى ان حاطين هنا امبليفاير اناليسيس صعبه، ده دايد امبليفاير يعني. فهتلاقي نفسك وانت بتحسب الاوتبوت هنا يطلع لك الاكسبريشن ده. ويمكن الدقيقه دي بتثبت اكتر او بتوضح لك اكتر يعني. دلوقتي بقى عندك الاوتبوت مالها جوالها ايه؟ الاوتبوت هنا جوالها ايه؟ بقت كبيره جدا، ما بقتش بس جي ام 3 في اوتبوت 3 في اوتبوت 2، اتضربت كمان في 1 بلس ايه. نفترض ان جينا هنا ب 10 يعني ضربت في 10 10 اكس كمان. لو تيجي تبص للسيركت اللي هنا دي، ده ياكد لك اكتر الكونسبت اللي انا كنت قلت لك عليه في الكاسكود. هي الدقيقه دي بتعمل ايه حقيقه؟ النيجاتيف فيدباك ده بيعمل ايه؟ زي ما احنا واخدين في دوائر الامبليفاير الاوب امز والكلام ده، هو اللي بيحصل هنا تقريبا انه الجين ده لو افترضناه انفينيتي او كبير قوي، الحقيقه ان الدقيقه دي هتخلي لك النقطه دي تساوي كام؟ النقطه دي هتساوي كام؟ فيرف فيرف يعني هتثبتها. يعني انت كانك حطيت امبليفاير يثبت النقطه دي اكتر. يعني احنا كاننا كنا حاطين سورس فولور يثبت النقطه دي، لا ده احنا حطينا امبليفاير يثبت النقطه دي يمسكها جامد جدا. فانت لما بتمسك النقطه دي تخلي الفاريشن فيها او التغير في الدلتا في اللي فيها صغيره جدا، الاوتبوت ريزيستنس اللي بتبان لك بتبقى اكبر بكتير. عرفتوا ليه انا بحب دايما يعني ده السبب البديهي لتحسن الاوتبوت ريزيستنس؟ موضوع الكومن جيت والكلام ده انا شفت الكلام ده في التكست بوكس، بس مش هو ده انسى الطريقه لان انت تفهم بطريقه بديهيه هي ليه الاوتبوت ريزيستنس. اخر حاجه الماتشنج كويس. يعني ايه ماتشنج؟ يعني انت حطيت كانت ايه بالشكل ده، ودي اخر سلايد، حطيت كانت ايه بالشكل ده كويس. انت متخيل ان الكرنت هنا بيساوي الكرنت هنا، بس في حاجات بتخلي الكرنت هنا ما يساويش الكرنت هنا ما اتكلمناش عنها كويس. معلش تخيل انت عندك فين، مش عارف ليه حته الماوس اللي بي انت بتخيل الكلام ده. في حاجات سيستماتيك. يعني ايه سيستماتيك؟ يعني على طول بتحصل. اول حاجه لو الفي دي اس مش قد بعضها، واحنا اتكلمنا عن نتيجه شانل لينث موديليشن هيبقى كانت مش قد بعضها، فانت بتحاول تزود الاوتبوت ريزيستنس. يعني احنا هدفنا من تزويد الاوتبوت ريزيستنس كويس ان احنا نبقى ليس سنسيتيف للفيشن في الفي دي اس. يعني السيركت، حتى السيركت اللي هي الفي دي اس مش قد بعضها دي، يعني الفي دي اس هنا مش قد الفي دي اس، بس نتيجه ان الاوتبوت ريزيستنس كبيره فانت بتبقى ليس سنسيتيف للتغيرات في الفي دي اس. فتاني حاجه بتخلي الكرنس مش قد بعضها البول لاي اوت. يعني وانت بترسم اللاي اوت او بتحط الترانزستورز دي في التشيب كويس، ساعات بيبقى في حاجه اسمها لاي اوت جريدينت. يعني ايه لاي اوت جريدينت؟ يعني جريدينت، يعني انت عارفين ريت؟ لما اقول لك ريت يبقى ده تغير مع ايه؟ مع التايم صح؟ لما اقول لك جريدينت يبقى ده تغير مع ايه؟ مع السبيس، مع الديستنس صح، او مع السبيس او مع الدايمنشنز. تمام. لاي اوت جريدينت يعني انت وانت في ادي التشيب بتاعتك اهي كلها كويس، لو انت مشيت فيها كده مع الدايمنشنز ممكن تلاقي التي اوكس مش هي يعني التي اوكس تلاقيها ليها جريدينت كويس، ممكن تلاقي الموبيليتي ليها جريدينت، وبالتالي الفي ثريشولد ليه جريدينت، فتلاقي ان الفي ثريشولد هنا مش بالظبط زي الفي ثريشولد هنا كويس. ف في اللاي اوت يعني مثلا ما ينفعش باختصار شديد، ما ينفعش في لاي اوت
اللي كانت ميرور تحط ترانزستور هنا في اول التشيب وترانزستور تاني في نص التشيب، وتعتقد ان دي كانت ميرور كويسه. لا مش هتبقى كانت ميرور كويسه لان في لي اوت جريدينت. كويس، استخدم سيم دبليو سيم دبليو سيم ال اند ديفرنت نمبر اوف فينجرز تو ريلايز ديفرنت دبليو فاليو ايشوز. يعني انت لو عندك دبليو على ال، يعني انت لو عندك دبليو على ال بتساوي 10 على 1 وترانزستور تاني دبليو على ال بتساوي 2 على 1. كويس، لو عايز الترانزستور دول يبقوا ماتش زي بعض ما تقسمش واحد، ما تقسمش اللاير بتاع واحد واحد فيهم. كويس، الدبليو بتاعته كبيره قوي، واحد تاني الدبليو بتاعته صغيره قوي كده، الترانزستورز دي مش هتبقى ماتش لبعض، هيبقى في فروقات ما بينهم. يعني الفرق ما بينهم مش هيبقى فرق خمسه ولا حاجه، الريشيو ما بينهم مش هتبقى خمسه. كويس، نتيجه افكتس كتير في اللاي اوت. كويس، الاحسن ان انت ال 10 على 1 بتعمله ازاي؟ تعمل 5 2 على 1، يعني جاي كده عامل زي ده خمس مرات وموصلهم بارلل مع بعض، ساعتها ده يبقى ماتشنج احسن. دي حاجات سيستماتيك، يعني يعني ايه سيستماتيك؟ يعني على طول بتحصل. يعني انت لو غلطت غلطه هنا، عامل لاي اوت وحش او دايمنشنز مش مظبطه او كده، دايما هيبقى عندك ايه؟ ميس ماتش، يعني الكانس مش شادوا بعضها. في حاجات ثانيه كويس ليها علاقه بالراندوم ميس ماتش. يعني ايه راندوم ميس ماتش؟ يعني بيحصل بطريقه راندوم. يعني يعني انت حتى لو عملت كل حاجه السيستماتيك دي ظبطتها، ممكن يبقى الكانس ما تبقاش شادوا بعضها برضه في الكانت ميرور قوي. ليه؟ كويس؟ ممكن نثبت بكل سهوله ان هيحصل. يعني لو عندك كده كانت ميرور بالشكل ده، ان انت عندك لو كانت هنا اسمه اي وكانت هنا اسمه خالد اسمه اي، ممكن بكل بساطه نثبت انه هيحصل تغير في الدلتا اي، يعني الاي دي يعني هتتغير بمقدار دلتا اي على اي، ان التغير او نسبه التغير، نسبه التغير دلتا اي على اي هتساوي 2 دلتا في ثريشولد على في اوفر درايف. يعني ايه 2 دلتا في ثريشولد؟ دلتا في ثريشولد ده اللي هو التغير في الثريشولد، اللي هو الميس ماتش في الثريشولد. يعني انت لو عندك هنا في ثريشولد، انت متخيل ان الترانزستور اللي جنبه نفس الفي ثريشولد، المفروض يبقى له نفس الفي ثريشولد، لكن هو نتيجه ان راندملي التي اوكس هنا ممكن ما تكونش قد التي اوكس هنا، راندملي البروسيس هنا مش زي البروسيس هنا، فممكن تلاقي ان في دلتا في ثريشولد، ممكن تلاقي ان في دلتا في ثريشولد ما بين الاثنين ترانزستورز دول. فلو انت عندك دلتا في ثريشولد ما بين الترانزستورز دول، يعني في تغير صغير جدا ما بين الثريشولد بتاع هنا والثريشولد بتاع هنا. كويس، لو عندك دلتا في ثريشولد هيعمل لك تغير في الكرنت اسمه دلتا اي على اي، او نسبه تغير في الكرنت بتساوي 2 دلتا في ثريشولد على في اوفر تايم. كويس، طبعا الاكسبريشن ده انت ممكن تثبته في نص ثانيه. يعني انت تمسك السكويل لو كده اي، اسف، امسك السكويل لو اي بتساوي بيتا على 2 في جي اس ماينس في ثريشولد هول سكوير، صح؟ كل اللي تعمله بس فاضل دلتا اي باي دلتا في ثريشولد، بس اعمل التفاضل دلتا اي دلتا في ثريشولد. كويس، ودي الدلتا في ثريشولد الناحيه الثانيه، بس هيطلع لك الاكسبريشن ده على طول. يعني ما هوش اكسبريشن معقد ولا جاي من حته، ده مجرد تفاضل يعني. كويس، فانت هتفاضل سكوير لوب بالنسبه للدلتا في ثريشولد، يطلع لك الاكسبريشن ده على طول. الاكسبريشن ده بيقول لنا حاجه من اللي انا كنت قلتها في اول المحاضره خالص، ان شايفين في تريد اوف في الفي اوفر درايف. فين التريد اوف بقى في الفي اوفر درايف؟ ممكن حد يطلعه؟ التريد اوف هنا ايه؟ اني محتاج اكبر الفي اوفر درايف عشان احسن المس ماتش. برافو، محتاج اكبر الفي اوفر درايف عشان اقلل الايفكت بتاع الراندوم مس ماتش. يعني حتى لو في دلتا في ثريشولد ما بينهم، كويس، حتى لو في دلتا في ثريشولد ما بينهم، الداتا اي ما تبقاش كبيره. وده طبعا منطقي جدا، ده منطقي جدا. ليه؟ انت يعني ايه تكبر الفي اوفر درايف؟ يعني تكبر في جي اس، صح؟ ما الفي اوفر درايف دي اللي هي في جي اس ماينس في ثريشولد، صح؟ ما هو ده منطقي. يعني انا لو حطيت هنا في جي اس ماينس في ثريشولد، صح؟ سكوير، وطبعا الكلام ده كانت متناسب مع الكلام ده. لو الفي جي اس دي، تعال ناخد ارقام بقى هزار يعني، ها الفي جي اس دي ب 100، ها 100 ناقص 1 كويس تقريبا 100 ناقص 1 تقريبا 100. لكن لو حاطط انت الفي جي اس هنا ب 2، لا لو 2 ماينس 1 ساعتها بقى التغير في الفي ثريشولد بقى مؤثر، صح؟ كل ما تكبر الفي جي اس، كل ما التغير في الفي ثريشولد ما بتحسش بيه، لان يعني الفي جي اس كبير قوي. فطبيعي جدا ان انت لما تكبر الفي اوفر درايف
مش تأثير تغير الدلتا في ثريشولد هيبقى صغير، منطقي وبديهي صح؟ مش محتاج حتى ان احنا كنا نفاضل نطلع الاكسبريشن ده. ايوه بس زي ما قلت لكم، انت عايز تبقى انالوج ديزاينر يبقى لازم كل حاجه تعملها تبقى تشوف الثمن اللي دفعته. ايه الثمن اللي انت دفعته بقى؟ يعني انت الافشنسي بتقول قلت، نعم الافشنسي قلت اللي هي الجيم اوفر اي دي، بس انا مش محتاج الجي ام بتاع الترانزستور ده بالذات يعني، ده كانت منه صح؟ انا مش بستخدم، السوينج سوينج البال مش بستخدم الجي ام بتاعته في حاجه. السوينج السوينج بالظبط هو اللي انا لخصته الحقيقه، ان احنا كنا عمالين نقول ان اقل فولتج هنا، اقل فولتج هنا هو 2 في اوفر درايف صح؟ لا اقل فولتج هوصلها، فانت كل ما تكبر في اوفر درايف يبقى انت الكارنت سورس بتاعك بياكل اكتر او بياخد اكتر من الايه؟ من الفولتج هيدروم، فالسيركت اللي انت هتحطها فوق دي هتلاقي فولتج هيدروم ايه؟ اقل صح؟ يبقى انت خسرت ولا ما خسرتش؟ يبقى احنا خسرنا الفولتج هيدروم صح؟ فانت كل حاجه بتحسنها بتدفع ثمنها حاجه ثانيه. واضح يا جماعه؟ فيبقى في واضح حضرتك. في تريد اوف في اختيار فيو اوف درايف للكارنت ميرور نفسها. وزي ما قلت لكم انت كل احنا محاضره ومحاضره بنبلد بعض البيزك كونسبتس، عشان كده احنا شغالين في سيركتس معقده، الموضوع يبقى فيه سيمبل ان شاء الله. في اي سؤال؟ في اي سؤال يا جماعه؟ تمام طيب خلاص شكرا يا جماعة، وإن شاء الله أشوفكم بعد دكتور، الميد ترم. اتفضل. هو الميد ترم داخل لغاية فين؟ المحاضرة اللي فاتت. تمام دكتور شكرا. بس عايز أقول بس عشان بس المحاضرة اللي فاتت دي معلش including الـ source follower، يعني إحنا المحاضرة اللي فاتت خلصناها النهاردة عشان الكلام واضح، بس واضح اللي انا بقوله يعني لغايه السورس فلورم من غير الكاسكود والفولدد لا وكده. يعني السورس دي اللي مش داخل الكارنت ميرج مش داخله، تمام يعني المحاضره لكن اللي هي سنجل السنجل ستيج ستيج. امبليفايرز لغايه النص اللي شرحناه النهارده ده داخل. تمام يا دكتور. تمام ماشي. هو الامتحان يا دكتور هيكون طيب ريتن؟ شكرا. نعم الامتحان ان شاء الله هيكون ريتن.